بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا امبارح ان احنا موجودين معاكم النهارده الساعة 10 وبكره الساعة 1 الظهر ان شاء الله، وبكره الساعة 10 مساء ان شاء الله. يبقى حضراتكم بكره 1 الظهر هنبقى معاكم، وبكره ان شاء الله الساعة 10 مساء هنكون مع حضراتكم. عندنا 86 حالة جديدة النهارده، وهو رقم كبير. لما كنا بنتكلم في ثلاثينات كتير، اربعينات كتير، خمسينات كتير، ستينات، سبعينات، دلوقتي وصلنا للثمانينات وداخلين على التسعينات. داخلين على التسعينات وداخلين على المية. أنا بقول اللي ده رايح له، يعني بالمعادلة اللي احنا بنشوفها على مدى الثلاث شهور اللي فاتوا في العالم كله أو الأربع شهور أهو، بنتكلم على ده المعدل الطبيعي، لأن احنا في الأسبوع السادس في آخره وداخلين على الأسبوع الثامن، وبالتالي الأعداد هتزيد أكتر من كده. طبيعي؟ طبيعي. العالم كله كده؟ ايوه العالم كده. لما تقعد تحسب بدأوا كام كام كام، راحوا لسبعة زادوا، راحوا لثمانية زادوا قوي، وبعد كده ربنا يستر. ما 86 حالة النهاردة وست وفيات، ولكن رغم كده احنا ما زلنا في الوضع المتوسط، يعني مش وضع صعب قوي. اما يبقى وضع صعب بنعدي الالف، يبقى وضع صعب 1500 2000 يبقى عندنا مشكلة، ويبقى عندنا أكتر من 100 وشوية 200 هتبقى حاجة كده بالمعنى ده، يبقى في مشكلة رايح الله. نتمنى إن شاء الله خير، لحد دلوقتي ما زلنا، ولكن شوية التزام أكتر. ما حدش بكرة يروح شواطئ، وأنا بقول ما حدش يروح بمعنى الكلمة، ناس تقعد في بيوتها أكتر، لأن هقول لكم دلوقتي على خبر مفاجأة. الجميع ينتبه. ينتبه للخبر المفاجأة. اللي عامل دوشة النهاردة في أمريكا، أمريكا واقفة على رجل من الظهر من بالظبط ساعة 4 3 ونص 4، لأنه الأمور بتتطور وإحنا مش بعاد على ده. وانتبهوا للمصيبة اللي حصل في أمريكا دلوقتي الجديد في فيروس كورونا. بقالنا كام يوم من ساعة ما بدأ، إيديك، اللمس، عينيك، بقك، مناخيرك، ده اللي عارفينه، مش كده؟ لا، التطور الأخطر السي ان ان شغال عليه من الساعة 4 لحد دلوقتي، انه البيت الأبيض، خبراء قدام حضرتك اهو، سي ان ان قالت ايه؟ سي ان 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 الخبراء قالوا للبيت الأبيض بأن فيروس كورونا يمكن ان ينتشر من خلال الكلام او حتى التنفس. دي مصيبة، مصيبة زي ما بقول لحضرتك. لما تروح بقى تشوف بقى تفاصيل الخبر او جزء من تفاصيل الخبر، انه في لجنة علمية او مجموعة من الخبراء والاطباء ابلغوا البيت مساء امس، مساء الاربعاء امبارح، البيت الابيض، انه الابحاث عن فيروس كورونا قالت انه ممكن ينتشر مش بس بالعطس والسعال وانك تكح وعطس، لا، ده انه كمان ممكن عن طريق الكلام، التحدث، او حتى مجرد التنفس. وانه قالوا رغم الابحاث عن كورونا محدودة، الا ان نتائجه اكدت او قالت، يعني بمعنى الاصح، ممكن ينتشر من الكلام وحتى التنفس، وانه ده كان من خلال ال البحث او الرسالة اللي كتبها الدكتور هارفي فاينبرج، ده رئيس الاكاديمية الوطنية للعلوم. وزي ما بقول لحضراتكم هي دي المشكلة اللي احنا رايح لها. وهذا الرجل دكتور هارفي ده باحث مرموق في مجال السياسة الصحية، طبعا لو معلومات عنه يعني، وصنع القرار الطبي في الولايات المتحدة، وهو واحد من بيقيموا التكنولوجيا الطبية واستخدامات اللقاحات. فاحنا الموضوع بالنسبة لنا النهاردة وبالنسبة للعالم الأخطر اللي قدامك، الأخطر. سيبك من أي حاجة، وأنا هنا بحذر وبقول للدولة، لوزارة الصحة، للجهات المعنية، للأطباء، للتمريض، للناس اللي شغالين دلوقتي. الموضوع النهاردة ما بقاش الإيدين والبق، بقى مجرد إن أنا بتكلم بتنفس. التنفس دلوقتي بينقل فيروس كورونا، ده الجديد النهاردة اللي هو احدث خبر اليوم، احدث خبر اليوم.
خليني الخبر يا مجدي لو سمحت، احدث خبر اليوم هو ده الاهم، ده الخبر سي ان ان شغاله عليه، وامريكا مقلوبه، امريكا مقلوبه على هذا الخبر، على هذا التحول او التطور زي ما احنا بنقول كده. لان زي ما بقول لكم ده بيدق ناقوس الخطر لل 100 مليون وال 300 مليون عربي والسبعه والسته سبعه مليار حول العالم. انه الموضوع احنا ماشيين بقى لنا ثلاث شهور في منظومه ايديك وايديك وعينيك والكحوليات والحاجات. النهارده الامريكان بحث قدام البيت الابيض خلاص، انه خلوا بالكم الموضوع النهارده بقى ينتشر مجرد انك تتكلم، مجرد انك طب ايه هنبطل كلام يعني؟ مش هنتنفس يعني؟ انا بقول لك التطور الاحدث اللي هو قالب الدنيا النهارده في امريكا، امريكا ما عندهاش غير الموضوع ده. وده بالنسبه لنا مرعب؟ اه مرعب. تخاف؟ ايوه تخاف. انت الموضوع النهارده بقاش انك ده ما بقاش انك اتنين يبقوا مع بعض، ده واحد يكلم التاني ممكن يتعدي منه. دكتور حسام عبد المقصود من الولايات المتحده الامريكيه. دكتور حسام مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه وعلى الساده المشاهدين. ما الذي جرى اليوم؟ يعني هنبتدي اللي حضرتك قلته في الاخر. فعلا زي ما الدكتور هاربي والطاقم المرافق لي اخطر ما في الموضوع النهارده هو نقل هذا الفيروس عن طريق الكلام او التنفس. ف يعني ابتدي برضو واقول النهارده 91 من الشعب الامريكي قاعد في البيت. ارجوكم ارجوكم التزموا البيوت في الوقت اللي احنا فيه. الحظر النهارده زي ما حضراتكم عارفين اتمد في امريكا لغايه اخر ابريل، برضو روسيا نفس الموضوع، هنا ولايه في كندا في تورونتو لغايه اخر يونيو. المعدلات بتزيد هنا اهوت عندي في نيويورك. طبعا زي ما حضرتك قلت برضو احنا مش هنتكلم او مش هنتنفس، لا هنتكلم وهنتنفس بس مع بعض. يعني اما نتكلم وفي بعد يا اما نتنفس وبرضو في بعد. اللي يقعد مع حد مع مكتبه في عربيته ممكن العدوى تنتشر بهذه الطريقه. فالعزل او الحج الذاتي ده مهم جدا في اللحظه في الوقت اللي احنا فيه. النهارده برضه حاجه خطيره ان بدات بعض الولايات تشوف فيها معدل الزياده والاصابه تزيد زي ولايه لويزيانا بما يعادل نيويورك او يزيد عنه. برضه النهارده اخر الاحصائيات ان معدل الوفيات المتوقع هيكون حوالي 100,000 او 94 من 94 ل 100,000 في نهايه اغسطس. حاجه مهمه جدا برضه بحب انصح بيها يا جماعه، ده مش كبار السن او الناس بس اللي عندها يعني ضعف في المناعه. النهارده بنتكلم على 25 من الاصابات اللي احنا النهارده شايفينها في المستشفيات من الشباب او تحت ال 40 سنه. احنا بنتكلمنا على امريكا، هو ده الحالات اللي في امريكا. بالظبط بالظبط شباب. انا كل اللي بكلمه برضه عشان اوضح للساده المشاهدين انا موجود في نيويورك فبتكلم على اللي عندنا هنا هوت في امريكا. طيب خطوره الكلام اللي تم الاعلان عنه النهارده خطورته ايه؟ يعني وانا بعمل النهارده التوعيه احنا دايما كنا شغالين والعالم كله شغال على حاجه، الامريكان النهارده قلبوا العالم في حاجه تانية خالص او حاجه جديده. خطورته ان احنا ما نلتزمش بالبعد زي ما بقول البعد الاجتماعي او انك انت ما تقعدش في بيتك. يعني احب اقول لحضرتك على حاجه. النهارده انت ليه مش عاوز تقعد في البيت؟ يعني انا مش قادر افهم. النهارده عندنا وباء بمعنى الكلمه. النهارده المفروض اللي يبقوا في الشوارع هم بس رجال الامن المطافي العاملين في مجال الصحه، الناس اللي هي ضروري يبقى راح ليها شغل في 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 الاطار دوت. غير كده هو تلتزم بيتك، احنا بنتكلم لاسابيع يعني الدنيا مش هتنتهي وانت قاعد في بيتك لمده اسابيع، مش بنقول طول الوقت. النهارده لما نقول احنا النهارده حالتنا في امريكا 234,000 اصابه بينهم النهارده امبارح بس 1000 وفيات من هوت اللي وصلت الحالات ل 5,600. الموضوع مش هزار او تهريج. النهارده عندنا مشاكل رهيبه لا قدر الله. يعني انا هقول لحضرتك بمنتهى الامانه حتى مش ده اللي احنا بنفكر فيه العدوى. النهارده بنفكر ان الطاقم الطبي داخل المستشفيات ما عندناش اطباء، ما عندناش ممرضين، ما عندناش ممرضات، منهم اللي تعبه، منهم اللي هو اصيب، منهم اللي هو في الحجر الصحي، منهم اللي هو طبعا يعني طبيعه الانسان خايف ينزل شغله وقاعد في بيته. النهارده عندنا نواقص رهيبه
المعدات، اجهزه التنفس، الملايات الطبيه، الماسكات، الجوانتيات، حتى في بعض الادويه. يعني النهارده انا ما عنديش في امريكا النهارده، وانا عندي يعني مرضى بتورد لهم ما عنديش باراستامول، ما عنديش تايلانول. النهارده طبعا ما حضرتك عارف في مساعدات وصلت امريكا حتى من بلاد اخرى. الدنيا بتتغير بطريقه انا ما شفتهاش في امريكا حتى في احداث 11 سبتمبر 2001. انا بشوف النهارده دلوقتي النهارده اخطر. انا ما شفتش الا اخطر، يعني انا في رايي او 10 اضعاف اخطر. يعني اول الاجراءات اللي بتحصل النهارده 10 اضعاف اللي حصلت اياميها. في هزه في امريكا. طبعا انا هزه امريكا طبعا. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه برضو، يعني انا في رايي الشخصي ان يعني منظومه او الكلام على القوى العظمى هيتغير بعد الموضوع ده. القوى العظمى او الدول العظمى او مش بعدد الرؤوس النوويه ولا الدبابات ولا الطيارات اللي عندك النهارده. القوى العظمى ان النهارده لما تحصل كارثه عندك زي النهارده، ايه هتكون استعداداتك؟ هتعرف تاكل شعبك، هتعرف تحافظ على امنه، هتعرف النهارده تعالجه، هتاكله. هو ديت القوه العظمى. لما تيجي النهارده تقول ان انا النهارده في نيويورك، يعني بعد كده اقول لحضرتك مش لاقي ترمومترات ووصلت للدرجه ديت، فاعتقد ان المنظومه تقريبا هتتغير. البلاد اللي مش هتقدر تصنع لنفسها ويبقى عندها اكتفاء ذاتي ديت هي البلاد اللي هتتعرض، هتبقى طول عمرها معرضه للخطر. النهارده بص هقول لحضرتك على حاجه، يعني الفيروسات معانا طول العمر والتاريخ يشهد على هذا. ملايين ماتوا في مراحل معينه من يا اما كان انفلونزا يا اما الايشن فلو يا اما يا اما. فدي معانا. لكن النهارده اللي انا بقول لحضرتك، طب الفيروس الجاي ايه هيكون استعداداتك كدوله عظمى ليه؟ هل هنمر بنفس التجربه ثانيه؟ فاعتقد ان في امور كثيره هتتغير. طبعا زي ما حضرتك عارف برضه دكتور حسام، خليني مساله قبل اقتصاديه، مساله الربط. احنا يا جماعه خلاص اسبوعين عدى منهم 14 3 ايام، نعد بقى 11، يبقى خلاص بعد كده الدنيا. هل الكلام ده علمي ولا الكلام ده وهم؟ لا ما اعتقدش. يعني انا هم النهارده مثلا سامحين للفرق الطبيه ان هم ينزلوا من الشغل، اللي يعني في الحالات اللي هي زي المستشفيات وفيها عجز اطباء ينزلوا بعد 7 ايام. ده قرار استراتيجي متخذ مع ان في خطوره، لكن للنواقص. لكن انا اعتقد النهارده انك انت لازم على الاقل تقعد يعني تلتزم الحجر الصحي بينك وبين لغايه لما تطلع الدوله رسميا تقول لك اقدر النهارده انزل وتروح شغلك. بالمناسبه يعني انا برضو بقترح، وطبعا انا يعني بقدر الجهود اللي الدوله بتقوم بيها، لكن انا النهارده شايف ان الحافظ لازم يبقى طول اليوم مع كل المشاكل اللي ممكن تحصل، مع كل يعني الاشياء الاقتصاديه او الحاجات الاقتصاديه اللي ممكن تغير من يعني من مرتبات او مش غير مرتبات، او ممكن يعني الناس تتضايق منها. انا شايف ان الحجر الصحي لازم يبقى طول اليوم لاخره. ما ينفعش النهارده في ظل اللي احنا سمعناه النهارده ان التنفس والكلام ممكن يلقى عدوى، يبقى النهارده الناس الصبح اللي راكب تاكسي معرض، اللي راكب اتوبيس معرض، اللي راكب قطر معرض، حتى لو ايه ما انت قاعدين في نفس المكان. لو انت قاعد في مكتب، لو انت في مكتب معرض بالظبط. لا يعني انا شخصيا ما عادش حد بيخش لي مكتبي، كله بنتكلم بالتليفونات مع بعض. لان هقول لحضرتك على حاجه، لانك انت بس مش بتضر نفسك، يعني انت بتضر المجتمع اللي انت عايش فيه، المنطقه اللي انت عايش فيه، بتضر اسرتك. يعني لازم نتعامل مع هذا الفيروس بجديه وخوف. لازم الناس تعرف ان الموضوع مش هزار، الموضوع بجد. النهارده المعدلات في العالم كله بتزيد، النهارده تحديدا. تمام. ده بيعني ايه؟ يعني امريكا النهارده، اسبانيا معديه 860 وفيات في اسبانيا النهارده، بريطانيا نفس العدد. ايه الاعداد اللي بتزيد واصابات بالالاف؟ تركيا النهارده مثلا اصابات اليوم تجاوزت 4000 في يوم واحد في تركيا. بدي معظم دول العالم اصابات اكتر النهارده. بالظبط. يعني احنا هنا بنقول تقريبا ان الكيرف عشان يعني عدد الاصابات يقدر يبدا ان هو ما بقاش في الصعود ويبقى ياخد نوع من البلاتو او الفلات كيرف وينزل، بيقولوا في خلال اسبوعين ثلاث اسابيع، اللي هم اكبر اسبوعين ثلاث اسابيع في المرحله الحرجه اللي احنا بنعدي فيها كدوله. لكن احنا النهارده بدانا
الاصابه من ست اسابيع تقريبا هنا في 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 امريكا. يعني القصه كلها يعني لو نخش على منظومه الصين، الصين بدات في اواخر نوفمبر وتشافهم او بدات الكيرف ينزل عندهم في فبراير، فبنتكلم في 4 شهور، فيعني المده هي 4 شهور عشان تقدر حضرتك تتحكم او تقول ان فعلا الكيرف بتاع الاصابات بدا في النزول. مش قبل لا حضرتك ما عرفتش يا دكتور حسام، انا اسف، مش قبل 4 شهور. أيوة. يعني ما اقدرش اعمل اي قرار او اي اجراء قبل 4 شهور، هو بالنسبه لي 4 شهور هو الحد اللي اقدر اقول الوضع عندي مستقر او لا. بالظبط بالظبط، وهو دوت الناس بتقوله ليه من تجربه الصين. يعني برضه في كلام قال الارقام كانت صحيحه او مش صحيحه، لكن بخلاف كل دوت هم قالوا النهارده ان احنا بدا عندنا في نوفمبر وتقريبا انتهى في فبراير. فديت المرحله اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 4 شهور. احنا النهارده في امريكا بدانا من حوالي 6 اسابيع تقريبا، والنهارده بنتكلم في 2 3 اسابيع جايين عقبال ما الكيرف يبدا ينزل. مدينا النهارده فتره العزل لغايه اخر ابريل. فهو دوت يعني التوقعات اللي الناس بتتكلم فيها هنا. طيب نصائح حضرتك او ارشادات حضرتك مع التطور الجديد انه الفيروس ده ينتقل بالكلام او بالتنفس، نصائح حضرتك للناس ايه؟ يعملوا ايه؟ التزموا في بيوتكم، البسوا الكمامات. يعني النهارده كان في جدال الكمامه مفيده او مش مفيده. النهارده قالوا لا، هي كمامه مفيده، البس الكمامات. حضرتك حتى لو في الاستوديو لو عند حضرتك ضيف كان ليه يلبس كمامه او ما فيش داعي من الضيف النهارده. انا بتكلم والله بتكلم في منتهى الجديه. لو في ضيف النهارده يلبس كمامه وهو جاي. يعني مع حضرتك يعني حتى عندي ضيف مش هلغيه، لكن ناخد اجراءاتنا، لان احنا دلوقتي دخلنا على مرحله لازم كل واحد يحسس على اللي جنبه واللي حواليه واللي بيتكلم معاه. لا والله بتكلم جد، يعني هقول انا بتكلم جد والله. حاجه شخصيه، يعني انا النهارده لما باجي من شغل وبروح البيت بمنتهى الامانه قبل ما بخش بيتي، يعني بيبقى في الجراج بغيب اقلع جزمتي، بعمل كل الاجراءات ديت وبلبس كمامه. لان النهارده اللي شغال في مجال الصحه عشان ما تعديش، وفي عندنا حالات، يعني حالات هناك كثيره في امريكا حصلت، واعتقد ان في حاله في مصر انا سمعت عندها يمكن في بورسعيد. ان النهارده الراجل اللي شغال في المستشفى او هو الجندي في خط الدفاع الاول، النهارده لما انت ترجع بيتك لازم برضه تاخد احتياطاتك عشان ما تعديش اسرتك على الاقل. فحضرتك بتنصح ان الناس تلبس كمامات الافضل دلوقتي. تلبس تمام بعد اللي احنا سمعناه النهارده الظهر، انصح ان الناس تلبس كمامات، والناس لو سمحتوا ما تنزلوش، خليكم في بيتكم، مفيش داعي للتكدس، مفيش داعي للازدحام، دي مش فترة يعني حتى اللي قاعد في البيت ما تفتكرش انك انت قاعد في البيت في اجازة، لا التزم وخليك في منزلك. دكتور حسام، لانه لحد امبارح كان الاطباء بيقولوا الكمامة ملهاش اي، طالما انت مش في مكان في وباء او قدامك حد مصاب او غيره. النهارده مع التطور انه كمان هذا الفيروس بينتقل من خلال او ينتشر من خلال الكلام او حتى التنفس، بتقول للناس لو سمحتوا البس القناع او الكمامه او القناع الطبي، اي مسمى منهم، ولكن بالنسبه لنا احنا بنتكلم على كمامه، هي دي بالنسبه لك هتحميك. يعني هو يعني هقول لحضرتك على حاجه، ما هو فعلا اللي حضرتك بتقوله كمان ما كانش، يعني كان في جدل هل تلبس الكمامه او ما تلبسش الكمامه. النهارده بعد اللي اتقال دوت البس الكمامه. يعني حتى لو انت مش مقتنع 100% انت خطران ايه؟ يعني البس الكمامه، لان دي هتحقق اللي بيقولوه النهارده، التنفس او الكلام ممكن العدوى او الفيروس يتنقل عنه. هتحمي نفسك ازاي؟ اقل حاجه ممكن تحمي نفسك بيها انك انت تلبس الكمامه وتبعد. يعني يبقى في بعض او ما فيش اي لقاءات. دكتور حسام، لانه في بعض الحالات هقول لحضرتك، حضرتك معانا على التليفون، بعض الحالات في ناس النهارده لقيت بعض الناس بيقولوا انه في حالات مصابه لا قابلوا اجانب ولا قابلوا حد مصاب ولا حاجه، وفجاه هم اصيبوا، ربما يكون من هذا الامر اللي احنا لسه ما كناش نعرف عنه جديد الا اليوم. بالظبط، ما هي الدراسه او هم الخبراء دول النهارده قالوا اللي حضرتك بتقوله دوت النهارده. طب لما ترجع وتشوف المريض دوت اللي هو النهارده بقى كوفيد 19 بوزيتيف، طب انت بوزيتيف ليه؟ لان هو الاستجواب، طب انت سافرت؟ طب لا انا ما سافرتش. طب قابلت حد؟ لا ما قابلتش حد كان بوزيتيف. طب جالك ازاي؟ ف
فهو دوت الاحصائيات او اللي درست وشافوا ان لا يمكن يبقى في انتقال غير مباشر، يعني مش لازم حد سوري يعطس او يكح قدامك عشان تتنقل العدوى كايربورن. ده في يعني ده لا ده في التنفس، فهم طلعوا بالاستنتاج دوت طبقا للاحصائيات اللي هم عملوها على المرضى المصابين. دكتور حسام، البحث او الرساله بتقول الدكتور هارفي انه البحث في مستشفى في الصين اكد انه يمكن تعلق الفيروس في الهواء عندما يزيل الاطباء والممرضات معدات الحمايه، او عندما يتم تنظيف الارضيات، او عندما يتحرك الموظفين. ده معناه انه ممكن الفيروس ده بيطير في الهواء؟ بالظبط بيطير في الهواء طبعا. ما هو ده الخوف كله، ان الفيروس بيتنقل في الهواء. يعني حضرتك بتتنفس عادي وانا معاك في نفس الاوضه وقاعدين، فالفيروس في الهواء وانا بتنفس في نفس الاوضه وقاعدين. يعني ما هو ده الخطوره النهارده اللي هم بيتكلموا عليها، انك انت ليه البس الماسكات وليه ابعد عن مقابلات اي حد، يعني بخلاف اسرتك بقى. يعني هو النهارده لنا في الاجتماع النهارده الصبح كان في برضه تيلي كونفرنس، ان النهارده يعني انصحك انك انت ما تقابلش حد، خليك لو انت في بيتك وولادك في حته في بيت تاني او في حته تانية، خلي ولادك في الحته التانية وانت في بيتك، ما حدش يزور حد، ما حدش يجي لحد. هي ديت ابسط واسهل حاجه لضمان الامان والسلام في الوقت اللي احنا بنتكلم. لا قالوا لكم انكم بلاش تقابلوا حد النهارده. الامان حضرتك بتتكلمنا على الامان بالزبط. دلوقتي ايوه الامان والسلام وسلامتك، انك انت النهارده ما انا ايه اللي عرفني اللي قدامي دوت بوزيتيف ولا مش بوزيتيف؟ لان حتى لو هو بوزيتيف وما عندوش اعراض ممكن هينقل. فانا النهارده البعد هو اهم عامل في اللي احنا بنتكلم فيه ده. ولو انت بظروفك انك انت بره او في مكان او في حد خلي معاك الكمامة دكتور حسام، لانه الكلام ده جديد حتى على العالم العربي، يمكن على العالم كله، انه هذا الكلام ياتي اليوم فقط من امريكا منذ ساعات قليله، انه الفيروس بينتقل من خلال الكلام او التنفس. ممكن بعض الناس ما كانتش عارفه المعلومه دي، او على مدى الاسابيع الماضيه او الشهور الماضيه ما حدش قال هذا الكلام، ولكن يطلع رسمي النهارده على CNN البيت الابيض عنده هذه المعلومات الان، اذا احنا رايحين لمرحله متطوره من هذا الفيروس. بالظبط والعدوى هتكون اكتر. والكلام ده كان النهارده الساعه 10 الصبح عندنا هنا في توقيت نيويورك، فالعدوى هتزيد. وعشان كده هو اللي انا بحاول برضو بكرره اكتر من مره، لو سمحت البعد عن بعض، عدم التكدس والاستحقاق، ويعني انك انت تبقى في اماكن مزدحمه. انا النهارده يعني برضو اترجى ان الدوله ممكن تراجع موضوع الحظر، الناس تقعد في بيوتها، الشوارع فعلا تبقى فاضيه. الرساله لا الرساله دي معلش انا اسف، الرساله دي مهمه مع الخبر اللي احنا نقلها عن CNN اللي قدام حضراتكم، لان ده تطور ما حدش عارفه قبل كده، بقول لحضراتكم منذ ساعات قليله، وبالتالي عامل دوشه كبيره جدا التطور ده. حضرتك بتطالب او بتناشد الحكومه انها تاخد اجراءات مختلفه عن اللي خدتها خلال الايام الماضيه مع هذا التطور. تمام، يعني انا سمعت احد المسؤولين بيقول ان في يعني في كذا مرحله، المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه، انا ما اعرفش ايه المرحله. لا لسه المرحله الثالثه ما رحناها، بيقولوا ان احنا لو عدينا ال1000 مرحله ثالثه، في حاجه اسمها كده في الطب؟ معلش ايوه استاذ احمد دي، النهارده المرحله الثالثه يعني اللي احنا فاضل لنا 250 نفر عشان نوصل للمرحله الثالثه. انا من رايي النهارده بعد اللي احنا سمعناه نطبقها النهارده، مش لازم نستنى ان 250 نفر ممكن نعرف ان هم مصابين او مصابين أو مش مصابين كمان اسبوع. واحنا اصلا في خطر الان، فانا متهيألي النهارده تطبق. ليه هنأجل يوم او يومين؟ وايه السبب؟ ممكن ارواح كثيره تصاب. صحيح. فانا النهارده اللي بطالبه نأجل، يعني النهارده ان انا اعمل حظر من الساعه تقريبا، يعني انا سمعت من الساعه 7 للساعه احنا عاملينه من 7 ل 6 7 مساء ل 6 صباحا، وبعد 6 الصبح حضرتك كانك في الاجازه، كل الناس في الشوارع والقهاوي وكل حاجه عاديه.
ايوه يا فندم، مع الفيروس مش هياخد يعني، ما مش هياخد راحه يعني، مش هياخد اجازه، مش هياخد راحه بالليل. اخدت بال حضرتك الصبح وهيشتغل بالليل، وبعدين معظم الناس اصلا بتبقى في بيوتها بالليل. لا انا بتكلم لما الناس تبقى في الشوارع. حضرتك النهارده انا ماشي والله، يعني اقول لحضرتك يعني مثلا قولي. يعني النهارده عشان اروح بيتي بتاخد مني حوالي ساعه، النهارده بتاخد مني حوالي 15 دقيقه بقى في بيتي، لان مفيش حد في الشوارع، مفيش حد مخلوق في الشوارع الا الناس اللي هي فعلا لازم تنزل شغلها امنيا او صحيا، او شغاله في مستشفيات او فحضرتك عايز أو عايز أو حضرتك عايز حظر كامل، هو ده اللي هيكون بالنسبه لنا انقاذ. اكيد في ظل التطور، احنا بنتكلم على التطور اللي حصل النهارده بالظبط، في ظل الخبر بتاع النهارده التنفس والكلام. احمد بيه، انا مش انا ايه اللي يخليني اخد الريسك؟ معلش يعني لانك انت النهارده يعني النهارده مثلا في ناس بتلوم الحكومه، انا اقعد عندي في امريكا، انك انت كان المفروض تاخدي بعض الاجراءات اللي انت اخدتيها ديت من اسبوعين او ثلاث اسابيع قبل اللي انت اخدتها. دايما التاخير مش كويس، التاخير مش كويس بالظبط، التاخير مش كويس. وبعدين ايه اللي انت يعني ايه الضرر الكبير قوي اللي هو انك انت هتاخده لو انت عملت الحظر النهارده بدل الاسبوع اللي جاي. دكتور حسام خلينا نقرا كمان جانب من البحث وحضرتك معانا عشان تعلق لنا على ده كمان، وحضرتك موجود في الولايات المتحده الامريكيه. البحث بيقول، دكتور هارفي بيقول في البحث انه تم العثور على ماده وراثيه من الفيروس في غرف المرضى على بعد اكثر من 6 أقدام من المرضى، وتم ذكر ذلك من ذلك في الرساله اللي هو بعتها للبيت الابيض. خلينا على المانشيت الرئيسي مجدي لو سمحت، خلينا على المانشيت الرئيسي. بالظبط كده. قال ايضا انه دكتور هارفي في البحث بيقول انه من الممكن ان تتدلى قطرات الفيروسات التاجيه المتطايره في الهواء، ومن المحتمل ان تصيب شخصا يمشي في وقت لاحق. ممكن تشرح لنا الجزء ده؟ اي ما هي يعني معلقة في الهواء. يعني حضرتك النهارده واحد بيتنفس وعنده الفيروس، والفيروس ده موجود في الجو. حضرتك النهارده في الاوضه دي دخلت اكلت بال حضرتك ودخلت وتنفست عادي زي كل الناس ما بتتنفس، عديت بالفيروس او جالك الفيروس، فهو دوت الفيروس معلق في الهواء ويتنقل بين الناس وبين الناس، لانه الناس بتتنفس بينها وبين بعض وبتتكلم مع بعض. فهو الفيروس كان مش شرط بقى، كان الاول مش شرط ان لا الفيروس موجود على سطح ما، على مكتب، على ترابيزه، على 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 وطبعا ما ماسك في عمود مترو. ده اللي كان زمان، فيقول لك البس الجوانتي ده اللي يعني كان زمان. احنا دلوقتي في الجديد، خلينا في الخبر الجديد. النهارده في النهارده في الجديد ده في يعني حضرتك يعني في الهواء، يعني حضرتك كنت ماشي في طرقه معينه كان فيها ناس قبل كده هوت واحد منهم مصاب، مشيت في الطرقه نفست جالك الاصابه. هو دوت اللي احنا بنتكلم فيه، وهو دوت اللي انا بحاول اوصله للناس، ان الموضوع ما عادش انك انت مسكت او لمست حاجه وحطيت ايدك في صباعك او دعكت بيها عينك، ان لا النهارده انت بتتنفس هذا الفيروس. قال كمان اضاف انه طول فتره بقاء فيروس كورونا في الهواء يعتمد على عده عوامل، منها مقدار الفيروس الذي يخرجه الشخص المصاب عند التنفس او التحدث، وكذلك على كميه الانتشار في الهواء. أكد أيضا تمام أيوه أكد أيضا أنه من الممكن إذا مشيت في وقت لاحق في الغرفة أن تستنشق الفيروس، ولكن إذا كنت في الخارج فمن المحتمل أن يفرقه نسيم الهواء. تمام، ما هو ده اللي أنا كنت بقول لحضرتك قبل كده. هو أنت دخلت أنت دخلت، ما احنا بنتكلم مثلا كمكاتب، كعربيات، كتاكسيات، كاتوبيسات، احنا مش بنتكلم مثلا احنا في حدائق وفي هواء رايح وجاي، احنا بنتكلم في الاماكن اللي هي المغلقه نوعا ما. انت النهارده في المكان دوت وواحد كان بيتنفس قبلك، ودخلت نفس المكتب، حمام، يعني ما فيش ريح بتودي او بتطرد الفيروس او بتخليه يعني مش في نفس المكان. انت بتتكلم على الاماكن اللي هي المغلقه، حتى في المستشفيات اللي هي فيها سبيس نوعا ما او مساحه نوعا ما
ومفيش فيها تيارات يعني تيارات هوائيه، وانت بتتنفس عادي. حجم بقى حجم الفيروسات برضو بيعتمد على 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 الشخص. في اشخاص برضو تلاقيها في طريقه كلامها ان الردود بتاعه الكلام فيها بتبقى اكثر من ناس معينه يعني. لكن حضرتك بقى عشان يعني تخش تفصيليا في الموضوع دوت، خلاصه الموضوع يا جماعه ما فيش داعي للخروج اللي كنتوا تنزلهم في اماكن مزدحمه، والبسوا الكمامات في الفتره اللي هي جايه ديت اللي احنا بنتكلم فيها. تاني لو حضرتك لا حضرتك تنصح من الان فصاعدا هتنزل مكان مزدحم لازم لابس كمامه، حاطط كمامه على بقك ومناخيرك لازم. دي اولا دي ما فيهاش خيار الاماكن المزدحمه دي ما فيهاش. لا معلش، اولا ما تنزلش اماكن مزدحمه، ما تنزلش من اصله يعني من اساسه تماما، من اساسه ما تنزلش اماكن مزدحمه. لكن في نفس الوقت في نفس الوقت الناس اللي هي مضطره ان هي تنزل نوعا ما في اي مكان، احنا بنتكلم اخدت بال حضرتك اللي هي فعلا ما ينفعش، ليها واجب وطني، ليها واجب انساني انها تنزل وتساعد، اللي هو دوره لازم يبقى موجود في الشارع، ما ينفعش يقعد في البيت. بالظبط، راجل البوليس النهارده هيقعد في البيت ازاي؟ مش هينفع. احنا بنتكلم على الناس اللي زي دي يعني، النهارده ما فيش حد في الشوارع. والله زي ما بقول لحضرتك كده، هو الممرضين يعني البوليس، المطافي، الاسعاف، الاطباء، الممرضين، هم دول بس اللي في شوارع نيويورك. ما فيش حد تاني. ازاي انت تقدر النهارده تعرض حياتك وتعرض حياه اهلك وسكان منطقتك للخطر؟ ده عمليه مش سهله يعني. امبارح دكتور حسام كنت بعرض فيديو من نيويورك، حولوا بعض الحدائق العامه الى مستشفيات. هي في ازمه في المستشفيات في الاسره مثلا؟ طبعا النهارده يعني هقول لك على حاجه. النهارده انت مثلا لما بتتصل النهارده في مستشفيات القدره الاستيعابيه ليها مثلا 200 حاله في اليوم، 200 250، النهارده انت داخل لك 450 500 حاله 600 حاله، فمفيش سرايب. فعشان كده هوت النهارده بدات الحكومه الفدراليه تساعد ولايه نيويورك، وان هم بيدوا لهم سراير، وبتتبني السراير ديت او بتتحط المسارح، بتتحط في قاعات المؤتمرات، بتتحط في الجناين. سنترال بارك النهارده فيها 68 سرير تقريبا. المراكب الحربيه الطبيه النهارده اخذت 1000 سرير، لان امكانياتك كولايه او كبلد ما تقدرش تستحمل اللي احنا بنشوفه هنا اهوت النهارده. ديت برضو نقطه مهمه جدا حضرتك اشرت ليها، وانا برضو النهارده بنصح، النهارده احنا لازم نطلع اطار المدن الكبيره ديت ونعمل خيم اللي هي تستقبل الحالات اللي هي البوزيتيف ديت. انا مش عاوز الحالات ديت تبقى موجوده وسط البلد، بما ان هي ممكن تسهل عمليه الانتشار او العدوى. احنا النهارده نخرج بره المستشفيات المكدسه، مع النهارده برضو في حالات اصابات، في حوادث ممكن تحصل. الراجل جاي النهارده مثلا رجله مكسوره وراح المستشفى، مش عاوز اطلعه رجله مكسوره وبرضو عنده كورونا. فلازم المنظومه برضو يعني اخدت نخرج بره اطار الصندوق زي ما بيقولوا، ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل بحيث ان احنا نمنع العدوى. دي اهم حاجه، نمنع العدوى ونقلل من ارتفاع معدل الكره. الـ احنا مثلا العالم منتظر دلوقتي ايه؟ منتظر يعني الموضوع مرتبط ان احنا لازم يوصل امريكا والاتحاد الاوروبي والصين والروس واليابان الى لقاح، وبالتالي نقدر نحل الازمه دي، يتاح للبشر، وبالتالي نقدر نسيطر. يعني هنفضل في هذا الموضوع لحد ما نلاقي مصل او لقاح للعلاج بالظبط. ودوت مش قبل يعني اعتقد ان هو مش قبل 8 شهور سنة عشان تقدر تيجي يعني، او يبقى عندك امكانيه انك انت تلاقي لقاح معتمد او مدروس وسليم. فيعني انك انت تنتج هذا الموضوع مش سهل. النهارده بعض الادويه اللي النهارده الاف دي اي عندنا سمحت بتداولها، اللي هي الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين، اللي هي اصلا بتعالج امراض يعني امراض ثانيه، بس النهارده سمحوا بتداولها. النهارده عندنا مثلا نواقص في هذه الادويه. النهارده مثلا شركات التوزيع مش بتقدر تدي الا للصيدليات اللي هي فعلا بتعالج المرضى دول. برضو يعني انا بنصح برضو بما ان يعني صيدلي في هذا المجال، يا جماعه ما تشتروش الادويه ديت وتخزنوها. ده مش الحل. سيبوا الادويه ديت للناس اللي هي محتاجاها فعلا عند الاصابه. ف يعني برضو احنا عندنا
نفس برضه يعني الانسان بطبعته والبشر بطبعته هيها ان الناس بتحاول تامن نفسها، لكن دوت في الاول وفي الاخر بيضر المجتمع عموما. دكتور حسام، من يومين الرئيس ترامب اتكلم وقال في المؤتمر الصحفي اليومي اللي بيعمله انه بيقول الامريكان انتظروا السيناريو الأسوأ خلال الاسبوعين اللي جايين. ايه هو السيناريو الأسوأ للولايات المتحده الامريكيه اللي منتظراه؟ السيناريو الأسوأ اللي انا قلت لسيادتك اللي هو 100,000 وحاله وفاه وعدد الاصابات، عدد الاصابات هيزيد بدرجه مش هنقدر نستوعب الكم من استعدادات كمستشفيات يعني طقم يعني طقم طبي للعلاج. النهارده امريكا فتحت باب الهجره لاي ممرض ممرضه طبيب يجي امريكا، لان عندنا نقص، عندنا مشكله. امريكا عندها مشكله. هو دوت بالضبط في العماله، في العماله الطبيه. ما هو دوت يعني الطاقه البشريه ديت، هو ده اهم عامل النهارده. يعني حضرتك هتخش المستشفى النهارده لو ما فيش دكتور هيعالجك، ما فيش ممرضه هتقدر تناوب المريض. ايه الموقف النهارده؟ حضرتك الولايات بينها وبين بعض النهارده في منافسه. يعني انا النهارده كنيويورك بنافس ولايه فلوريدا، بنافس ولايه اي ولايه ثانيه، واشنطن، على المستلزمات الطبيه. يعني حتى في المنافسه بيننا وبين بعض النهارده الولايات بتمنع دخول بعض يعني بعض الناس من ولايات الثانيه. فالحاله حضرتك بتقولي ده في امريكا بيحصل دلوقتي؟ طبعا النهارده كان يعني محافظه مثلا نيويورك، بنسلفانيا، مش عاوز الناس بتوع نيويورك يعدوا عليها، يعني في تنقلات بين الولايات وبين بعضها ممنوع. بقت صعبه المنافسه زي ما قلت لحضرتك النهارده، لان انت عندك النهارده مستلزمات قليله جدا وماسكات قليله جدا وجوانتيات قليله جدا. النهارده لما بتيجي شركات بتعلن عنها بتلاقي المضاربات بين الولايات وبعضها عشان ياخدوا اكبر كم ممكن يعالجوا بيها الناس بتاعتها. فانا برضو يعني الحظ اللي انا بقوله لحضرتك دوت مهم جدا، عشان انت مش عاوز العمليه لا قدر الله تفلت، المعدل الاصابات يعلى ويبقى امكانياتك. وبرضو انا عاوز اقول برضو يعني برضو للحق، مفيش دوله في العالم، ادكم شفتم اهوت، مفيش دوله في العالم او حكومه في العالم قادره تواجه عندها استعدادات بالظبط لمواجهه اللي احنا بنشوفه دوت. وكل دوله وليها امكانياتها. صحيح. يعني بقى احنا شوف يعني اذا كان امريكا عندها المشكله ديت، تخيل بقى البلاد الثانيه بما فيهم بلدنا. برضه كله يعني لازم نعترف ان احنا امكانياتنا برضه ضعيفه، فيلازم النهارده ان نقدر يعني ثقافتنا تتغير ونساعد البلد وننفذ اللي هم بيقولوه. دكتور حسام عبد المقصود، بشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه لحضرتك. اذا الخبر زي ما بقول لحضرتك الكارثي اللي هو دلوقتي بيلف العالم، احدث اجراءات الولايات المتحده الامريكيه، البيت الابيض النهارده اللي هو امبارح بالليل وصلهم البحث، اللجنه اللي بيترأسها الدكتور هارفي فاينبرج اللي قال لهم ده، اللي رئيس الاكاديميه الوطنيه اللي قال لهم انه عملوا بحث، قال لك انه فيروس كورونا النهارده بينتشر من خلال الكلام وحتى التنفس. فبقى الموضوع النهارده في امريكا بقى مختلف تماما، وهيبقى في العالم مختلف تماما. كنا لحد امبارح بنتكلم على يا جماعه نخلي بالنا، نغسل ايدينا على طول، ما نحطش ايدنا على وشنا ولا كذا ولا كذا. دلوقتي لا، حضرتك مضطر، مش مضطر، لازم، واجب عليك، بلاش زحمه على الاطلاق، بلاش تركب في حاجه فيها ازدحام، لانه دلوقتي خلاص بقى الكلام، مجرد الكلام ينتقل هذا الفيروس اللي احنا ما كناش نعرفه قبل كده. النهارده بقى دلوقتي واقع في الولايات المتحده الامريكيه، واقع في امريكا، ينتقل الفيروس عبر التنفس وعبر الكلام. النفس بينقل فيروس كورونا، الكلام ينقل فيروس كورونا. مش انا اللي قلت، الامريكان اللي قالوا، CNN اللي قالت نقلا عن البيت الابيض. تاني بقول مره اتنين وتلاته وعشره، الدكتور حسام عبد المقصود موجود في نيويورك، قال لك النهارده اول محاضره النهارده بيتكلموا معانا فيها، بيدونا التعليمات ما تقابلوش حد، اللي جاي له ضيف النهارده يلغيه. قال لك النهارده من اليوم بدانا نقفل مكاتبنا، ما نستقبلش حد في المكاتب. ليه؟ لان انت مش اللي جاي لك هيقعد يتكلم معاك، وانت ايا كان المسافه بينك وبينه ينتقل. كمان النهارده الايام اللي فاتت والشهور اللي فاتت كان مساله انه ينتقل في الهواء، كل الاطباء اجمعوا انه ما بيحصلش. دلوقتي الامريكان قال لك حصل،
وقال لك في الصين الابحاث اللي عملوها احدى المستشفيات في الصين انه ينتقل في الهواء. خلاص بقينا قدام تطور جديد. انا بكلمكم على الحدث بتاع اليوم مش الحدث بتاع امبارح، بكلمك على 2 ابريل مساء 2 ابريل مش 1 ابريل. 2 ابريل حصل تغير في فيروس كورونا في امريكا. الامريكان شغالين طلعوا كلام جديد اللي ما كناش عارفينه، وزي ما بقول لكم حالات ما حدش كان عارفها، تصاب جايه منين، مخالط بس اتضح انه كمان انه مجرد يقعد يتكلم قدامك كده قدامك ممكن يبقى عنده الفيروس هينقله لك. خلص يتنفس النفس. قال لك الاطباء في مستشفى في الصين الابحاث اللي تمت انهم لما شالوا الادوات والاسره وحتى الاحذيه بتاعتهم وحتى نظافه البلاط والارضيات، انه الهواء اللي طاير منها لو حد دخل يصاب. لو انت قاعد في داخل مكتب، داخل في مكتب والمكتب ده فيه واحد مصاب ومش موجود، حتى لو موجود او مش موجود انك مجرد دخولك المكتب مع الهواء اللي موجود تصاب. لكن لو انت بتقابله في الشارع او في مكان هواء طليق مش هتصاب. هو ده الفارق، هي دي المشكله. فنخلي بالنا، نخلي بالنا. ده بالنسبه لنا امر تطور كبير، تطور يتطلب اجراءات اخرى. تاني بقول اجراءات اخرى غير الاجراءات اللي خدناها الاسبوع اللي فات. 86 حاله النهارده لا قدر الله التطور ده، ما التطور ده موجود هيبقى عندك وفي امريكا وفي الصين وفي الهند وفي اليابان وفي جواتيمالا وفي كوبا وفي فرنسا وفي اسبانيا وفي العالم، يعني هيبقى في العالم مش بقى على الصين ولا على امريكا بس. ما هو ده الفيروس موجود في الدول دي كلها وموجود عندنا، فاحنا لازم كمان نبقى واخدين اجراءات. ايه الاجراءات؟ المواطن يلتزم بيته. المواطن لو نزل ما يقفش في اي مكان فيه الزحام، واصلا ما تروحش مكان فيه زحمة. يعني خروجك بكرة لأي مكان بالنسبة لك تاني بقول ممكن تبقى راجع بهذا الفيروس لبيتك بكرة. لو انت قررت انك بكرة رايح، انا بقول لك اهو انا خايف عليك. الاجراء النهاردة او اخر بحث واحدث بحث في امريكا النهاردة اللي على مكتب الرئيس ترامب، اللي ربما يتحدث فيه الرئيس ترامب بعد شوية، يعني ممكن مؤتمر صحفي تلاقيه بيقول الكلام ده بعد شويه، اللي هو النهارده الفيروس ده مش بينتقل بس عن طريق زي ما كنا بنقول العطس والكح والكلام ده، لا دلوقتي بينتقل عن طريق التنفس والكلام، الكلام وحتى التنفس. سي ان ان النهارده شغال على الموضوع ده من الساعه 3:30 4، شغالين على الحكايه دي النهارده طول النهار، وجايبين دكاتره واساتذه وجايبين الدكتور هارفي يتكلم والناس اللي معاه في المجموعه بتاعته وكله عمال يتكلم ويقولوا هيعمل ايه والكلام ده، ومعاه الدكتور انتونيو ومش عارف مين، كل واحد فيهم عمال يقول احنا توصلنا لايه عشان يحذروا العالم ويحذروا الاداره الامريكيه. احنا داخلين على مرحله صعبه نتيجه انه ما بقاش الموضوع ايدك بس او عينك او بقك، بقى من خلال الكلام، مجرد انه شخصين قاعدين او مجموعه اشخاص مع بعض بيتكلموا واحد مصاب او حامل الفيروس ينقله للجميع. النفس بينقل، امريكان قالوا، ولما الامريكان يقولوا خلوا بالكم، بقول لكم الموضوع بالنسبه لنا فيتطلب النهارده اجراءات مختلفه عن الاجراءات اللي اتخذت، لان احنا محتاجين الفتره الجايه الموضوع مش رعب رعب يعني، ولكن لازم يكون عندنا ايضا التزام اكتر، التزام بالتواجد في بيوتنا، التزام اكتر. والدكتور حسام والامريكان دلوقتي بما فيهم الدكتور هارفي اللي عمل هذا البحث وترأس هذه المجموعة، قال لك انا لما انزل الشارع هلبس الماسك اللي هو قناع الطبي او الكمامة، قال لك لو نزلت اشتري حاجة انا لازم البسها خلاص، قال ما فيش حل، قال لو كان الاسبوع اللي فات خلاص كنا احنا رايحين لحاجة تانية، لكن دلوقتي مع التطور الجديد هلبس الماسك وانا رايح. لو انت رايح كمان تخلي بالك لبس الكلام ده مهم، لبس الكمامه دلوقتي بقى مهم، بقى فرض، انا بقول فرض بقى فرض، بقى في مشكله عند ايوه ما هو احمي نفسي. انت موجود في شغل النهارده، تاني بقول وانت موجود في، سيبكم من التكييفات اليومين دول، سيبكم من اجهزه التكييف والعربيات والتكييفات في لا 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 لا
خليك في الحر. الحر بالنسبة لك يعني على الأقل أفضل من التكييف دلوقتي. هول المكان اللي انت قاعد فيه، افتح شبابيك. لو انت راكب عربية سيب اقفل تكييفها وافتح شبابيكها لو حد راكب جنبك، لأنه بقى النهاردة بيحذروا يركبوا أكتر من 2 في عربية واحدة. تاني بقول بيحذروا أكتر من 2 يركبوا في عربية واحدة. مش مسموح النهاردة إلا عربيات في الدول اللي دلوقتي بدأت تاخد إجراءات، عربية تتحرك في توقيت غير الحظر، إن واحد رايح مستشفى يبقى اللي بيسوق العربية والشخص اللي رايح المستشفى، محدش من أسرته، هما 2 بس، مفيش تالت معاهم، هما 2 بس في العربية، لأنه بقى النهاردة النفس ينقل فيروس كورونا. هذا هو الجديد في العلم الأمريكي، في الأبحاث الأمريكية، في الإدارة الأمريكية، في التطور اللي احنا عايزين من بدري ناخد إجراءاتنا واحتياطاتنا من بدري. فلو سمحتوا نخلي بالنا شوية. النهاردة رئيس الوزراء كان بيتكلم طبعا وبيشرح الوضع في مصر والإجراءات، ولكن كل ده كان قبل، خلوا بالكم، ما هو ما قبل كورونا وما بعد كورونا وما قبل الاكتشاف الجديد أو التطور الجديد في كورونا اللي هو النفس والكلام، ينتقل بالكلام وينتقل بالنفس. ده التطور الجديد في كورونا، ده يتطلب إجراءات أخرى، يتطلب إجراءات أخرى، ولكن بقول لحضراتكم النهاردة الأمريكان واقفين على رجل واحدة بعد هذا التطور الجديد اللي موجود وبيتكلموا عنه من ظهر هذا اليوم. النشار نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الخير على حضرتك. النهاردة رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي، كان البعض منتظر ربما يكون في إجراءات أكثر شدة أكثر قوة. تحدث رئيس الوزراء شرح الوضع واتكلم بشكل عام وقال ان احنا تجاوزنا تقريبا، يعني النهاردة بنتكلم على 800 حالة، وبالتالي الوضع قال لك مش يعني صعب قوي، ولكن على الاقل الالتزام. وركز رئيس مجلس الوزراء النهاردة على نداءات للناس، يعني بيطلب منهم الالتزام الالتزام الالتزام. اتفضل يا فندم. مساء الخير استاذ احمد. خليني اقول لحضرتك، طيب رد السؤال بسؤال اخر، طب وليه نتخذ اجراءات اكثر شده؟ هو احنا بنتخذ الاجراءات الشديده لمجرد اتخاذها، ولا بيكون في عوامل معينه بنقعد ندرسها ومعطيات معينه هي اللي بتبرر اتخاذ القرارات؟ يعني اظن الشعب على غضار الفتره اللي فاتت عاهد ان الحكومه لما بتتخذ قرار هي بتكون بالفعل محقه فيه، بتكون درساه، بيكون قايم على معطيات معينه، بيكون اهم من كل ده قرار استباقي يستبق الازمه ولا ينتظر حدوثها او حدوث المصيبه ثم يعالجها. فبنفس المنطق احنا يعني ما زلنا بنعمل بنفس الاليه وبنفس المنطق، هو ان احنا بنتخذ الاجراء او بنشدد الاجراء اذا كان هناك ما يستدعي. الوضع في مصر حاليا، الوضع الوبائي، احنا في الاسبوع السابع، يعني نهاية الأسبوع السابع بكرة إن شاء الله، وداخلين على الأسبوع الثامن. وفقا لسوابق الدول اللي سبقتنا ودخل الكورونا يعني هناك قبلنا، الأسبوع السابع والأسبوع الثامن بيبقوا دايما أصعب أسبوعين، وبتشهد فيهم الإصابات قفزة. قفزة يعني مش معناها زيادة، قفزة معناها تضاعف للأعداد، وربما مرتين أو ثلاثة. هل احنا وصلنا لهذه المرحله؟ الحمد لله في الاسبوع السابع ما حصلتش هذه القفزه. حصلت زياده؟ حصلت زياده. النهارده بنتكلم عن 86، امبارح حاجه و70، وعلما باننا كنا في الايام اللي قبلها بنتكلم على 40 30، لما بنزيد بنبقى 50. طيب هل هذه الزياده هي الزياده المرعبه المخيفه اللي احنا كنا خايفين منها؟ لا، احنا ما زلنا في الوضع الامن. الزيادة كانت متوقعة طبيعي في الأسبوع السابع، وما زالت متوقعة في الأسبوع الثامن، لكنها الزيادات اللي تحت السيطرة، الزيادات اللي تخليني أنا كدولة ما زلت قادر، أنا بتكلم على زيادات يومية، ما زلت قادر على التعامل معها. دلوقتي بقى الرقم الإجمالي أو التراكمي اللي هو دلوقتي 800 وحاجة، مش ده اللي أنا ببص عليه دلوقتي، ولا ببص على الألف اللي دايما كانوا بيقولوا لك خلي بالك أنت هتوصل ألف ألف، مش ما عادش يهمني الألف ده خالص دلوقتي. ما يهمني هو مقدار الزيادات اليومية. أي نعم احنا قربنا، يعني ايه ما عادش يهمني الألف؟ بمعنى ان الألف ده لما حطيناه في الأول، الألف ده كان عبارة عن ان هو تخوف ان انت توصل للألف في خلال مثلا 4 أو 5 أيام. تبص تلاقي الإصابات مثلا من كان عندك 15، على نهاية اليوم الخامس أو السادس وصلت الألف. ده كان معناه
ترجمته على ارض الواقع ان انت بتزيد بمعدل 200 اصابه في اليوم او ربما ازيد من 200 اصابه في اليوم او توصل ل 1000 في 3 ايام. ده كان هيبقى فعلا مشكله، لان معناه ايه؟ معناه ان انت عندك 300 اصابه في اليوم. 300 اصابه في اليوم معناها ان انت محتاج تفحص حوالي 3000 او ما يزيد عن 3000 مخالط. ده بافتراض ان كل واحد من ال 300 خالط 10 بس، ده حد ادنى يعني. لكن لما توصل لل 1000 على مدار 8 اسابيع، ده معناه ان انت ماشي بمعدل تقريبا 30 اصابه او 40 اصابه. فخلاص بقى موضوع 1000 ده ننساه بقى خلاص، ما عادش ايه هو الهاجس الكبير اللي بيخوفني. اللي ما زال يقلقني في الفترة اللي جاية هو معدل الزيادة اليومية. اللي هو اليومية، هو ده المعيار دلوقتي اللي احنا بنقيس بيه احنا رايحين على فيه. ان شاء الله نأمل ان احنا الاسبوع الجاي يظل هذا المعدل، هيشهد زيادة، متوقعين هيبقى في زيادة طبيعي في الاسبوع الثامن، لكن ما تكونش الزيادة اللي تعجزني كدولة عن اني يعني اتعقب المخالطين او اكتشفهم نتيجة الناس زيادة كبيرة. أعداد كتير من المخالطين. بالضبط كده. آلاف مثلا أو كده لا قدر الله. يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الدول اللي بتوصل عدد الإصابات اليومية فيها لألف وألفين والكلام ده، هي بتتوقف تماما عن موضوع الفحص المخالطين، خلاص هي ما عادش عندها القدرة على ذلك. هي اللي بتكتشفه بكورونا بوزيتيف خلاص ادخل المستشفى وتعامل معاه، لكن اللي بتقول له هات بقى أهلك والمخالطين ليك في الشارع زي ما احنا بنعمل. احنا دلوقتي في نعمة كبيرة اللي احنا بنعمله، ان انت بتكتشف واحد بتشوف الشارع بتاعه، بتوصل كل اللي حواليه، بتوصل لكل اللي حواليه. بالظبط كده. دي نعمة كبيرة جدا الحمد لله، ما زلنا قادرين ان احنا نعملها. يا رب ندعو جميعا ان احنا تظل لدينا هذه القدرة نتيجة ان الزيادات محدودة، وتظل لدينا القدرة على السيطرة على هذا الوباء خلال الاسبوع الجاي اللي هو الاسبوع الثامن. التساؤلات ان احنا دلوقتي مش هنقول مرحلة ثالثة ولا رابعة، احنا خلاص دلوقتي بنتكلم على مش عايزين الاعداد، بنتكلم في اليوم، كل يوم مش عايزين اعداد كبيرة. بالظبط. مش هنقول مرحله ثالثه ولا غيره، هل لغينا ديت من القاموس بتاعنا؟ لا لا لا، المرحله الثالثه ما زالت قائمه. ولكن المرحله الثالثه ما عادش المعيار بتاعها هو الرقم 1000. رقم 1000 بقى لم يعد المعيار لدخول المرحله الثالثه هو الوصول لرقم 1000. اصبح المعيار هو عدد الزيادات اليوميه. لو وصلت لعدد زيادات يوميه لا قدر الله، يعني حاطين رقم لو وصلنا لكذا هنعمل كذا، يعني مش بلاش ندخل في قصه الارقام عشان يعني دي حاجه يعني ايه، خلي وزاره الصحه هي اللي تتعامل معاها. لكن احنا دلوقتي النهارده 86. لو زدنا عن كده ووصلنا عدينا حتى ال 100 خلال الاسبوع اللي جاي مش مشكله خالص، بقولها من دلوقتي. مش هتكون برضو ما زالت مشكله ان احنا نعدي ال 100 الاسبوع القادم. يعني لا يجب ان تكون مسار قلق، تكون مسار حذر. نعدي 100 حاله في اليوم؟ لا سيادتك كفندم، سياده المستشار النادر بتقول لو عدينا 100 حاله من الاسبوع القادم وهنوصل لها مفيش مشكله خالص. لا، ما زال الامر تحت السيطره حتى لو عدينا 100 حاله خلال الاسبوع القادم. زي ما اقول لحضرتك لا لو عندي 200 حاله برضه خلي الرقم يعني، لان الفنيين هم اللي يقولوا لان دي قدرات وزاره الصحه. وزاره الصحه هي اكتر جهه تقدر تقول لي انا امتى او ايه الرقم اللي وصلت، لو وصلت له يوميا لا كده بقى ابتدي يعني انور كده اللمبات الحمراء كلها واقول لا كده ايه، لازم كده احنا دخلنا مرحله الخطر. دي تعتمد على قدراتهم هم وتجهيزاتهم ومستشفياتهم، اللي هي الحمد لله دلوقتي على هبة الاستعداد، بنزودها كمان. يعني احنا كان عندنا 26 مستشفى عزل، دلوقتي بقوا 30 او يمكن اكتر من 30 بشويه. أيوة. المستشفيات، بعض المستشفيات الجامعيه هتنضم للعمل كمستشفيات عزل وكمستشفيات علاج خلال المرحله الجايه، في اطار التعاون ما بين التعليم العالي ووزاره الصحه. كويس. يعني بناخد كل الاستعدادات، وزي ما اقول لحضرتك دلوقتي احنا في تعديلين. التعديل الاول تعديل اللي هو يتعلق بالمرحله الثالثه هنوصل لها امتى، قلت لك بالزياده اليوميه وليس ب الرقم 1000. الحاجة الثانية بقى اللي بدأ العالم ينظر لها هو انت عندك في المليون كم إصابة. بمعنى ان ما تجيش دولة تعدادها 5 مليون تمام عندها 500 إصابة، وانا يبقى تعدادي 100 مليون عندي نفس ال 500 إصابة، وتقول لي انتوا الاثنين متساويين. لا، احنا الاثنين مش متساويين. اللي عنده 5 مليون و 500 إصابة وضعه أصعب مني بكتير جدا. لأن ده معناه
ان هو عنده في المليون عدد اصابات اكبر من اللي عندي انا. انا دلوقتي كمصر في المليون مصري عندنا 7 فقط او نسبه يعني 7 فقط مصابين. تمام. المعدل العالمي 120 شخص في المليون، المعدل العالمي حاليا يعني كمتوسط عالمي 120 شخص. حضرتك بتعمل دلوقتي مقارنه ما بين مصر والعالم، المعدل العالمي والعالم. احنا بنتكلم 7 في مصر والمعدل العالمي 120. 120 بعض الدول، بعض الدول المعدل ده فيها وصل ل 1000 في المليون، بمعنى انها لو الدوله دي 60 مليون مواطن عندها 60000 اصابه، يعني عندها لكل مليون شخص في منهم 1000 مصابين. احنا حاليا الحمد لله عندنا لكل مليون شخص في 7 فقط مصابين، المعدل العالمي لكل مليون شخص في 120 واحد مصابين. يبقى الحمد لله الوضع بتاعنا يعني كويس جدا 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 بالمقارنه بالوضع العالمي والمقارنه بوضع الدول اللي وصل فيها درجات الاصابه ل 1000 في المليون. طيب لو انا بتكلم على لانه شفنا الجمعه اللي فاتت يعني ناس ورحلات راحت اسكندريه وراحت السخنه وراحوا راس سدر وتفسحوا وانبسطوا كده وقضوا يوم لطيف جدا 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 الجمعه اللي فاتت. بكره الجمعه ان شاء الله وعلى حضرتك وعلينا وعلى الجميع بالف خير. بتقول لهم يا فندم في ظل هذا اولا التطور اللي حصل في امريكا من 3-4-5 ساعات وفي ظل ايضا الوضع اللي احنا فيه. خليني اتفق ان النصيحه لوحدها في بعض الاحيان ما بتكونش كفايه، يعني هقول نصيحه وفي اجراء هيتخذ. النصيحه طبعا ان هو مش يعني احنا دلوقتي المفروض وصلنا لمرحله كله عارف خطوره الازدحام، كله عارف خطوره التواجد المكثف وعدم التباعد الاجتماعي في الاماكن سواء المفتوحه او المغلقه. فاللي هيعمل كده هو بيضر، بيرتكب جرم كبير في حق اسرته وفي حق نفسه وفي حق بلده. لكن لان دايما مش النصيحه دايما بتجيب نتيجه والمناشدات ما لا تلقى اذان صاغيه، الحكومه من جانبها وكل المحافظات اتخذت اجراءات مشدده لمنع التواجد على الشواطئ، ويعني سيكون من باكر يعني قاعدك المنظر اللي كان موجود الجمعه اللي فاتت لن يتكرر بفضل تكاتف الاجهزه التنفيذيه انها هتكون موجوده بكره الجمعه من الصباح الباكر بتنفذ ذلك منع التواجد على الشواطئ ومنع التجمعات. بكره انا عارف في ناس طالعين رايحين رحلات، انا بقول لحضرتك على الهواء اهو دلوقتي. انا بقول لحضرتك اهو. ايوه حضرتك طبعا، لكن انا بقول لحضرتك الحاجات اللي انا عارفها من النهارده انه في ناس رايحه بكره تقضي يوم لطيف وكده وهيحصل ايه يعني؟ حضرتك بتقول لي انه ده مش هيحصل، او لو حصل، لو حصل ايه اللي ممكن يتم؟ لا طبعا بقوه القانون دلوقتي والقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والوضع الوبائي، فالاجهزه التنفيذيه لها الحق في فض هذه التجمعات ومنع التواجد على الشواطئ. انا مش عارف الرحله اللي حضرتك بتتكلم عنها رايحه فين تحديدا، لكن انا بتكلم على الشواطئ هيكون ممنوع التواجد عليها، اللي هو المنظر اللي احنا شفناه كلنا يوم الجمعه الماضيه. في قرار او في تنبيهات باغلاق هذه الشواطئ ومنع التواجد عليها. لن يسمح بأي تجمعات بكرة في أي مكان. بالظبط كده. شواطئ كانت أو غيرها. شواطئ أو غيرها، متنزهات، كل يعني إحنا أغلقنا حديقة الحيوان، أغلقنا كل الأماكن المفتوحة اللي بيتجمع فيها الناس، المولات نفسها مغلقة بكرة طبعاً قرار الحظر. فحضرتك بتقول لا جناين تروحوا ولا متنزهات تروحوا ولا شواطئ تروحوا، ده ممنوع خلاص. ده في إجراء هيتعمل. إلزم بيتك. يعني هذه التجمعات يعني حاليا تعتبر في حكم القانون ممنوعه، تمام. فالزم بيتك، لا تذهب الى تجمعات سواء اسريه او جماعيه او اماكن، يعني كل هذه الاماكن سيتم فض اي تجمعات فيها ومنع الدخول اليها او منع قيام اي تجمعات سواء شواطئ او متنزهات مفتوحه. هل في اي تغيير في حظر التجول الاسبوع اللي جاي؟ لا، حتى الان لا يوجد أي تفكير في تغيير عدد ساعات حظر التجول أو زيادة مدته، بمعنى إن إحنا بدل ما نبدأ 7 مثلا نبدأ 5، لا، مفيش أي كلام ولا في أي تفكير في هذا الموضوع، لأن الوضع حاليا حظر التجول بوضعه الحالي ما زال يحقق الغرض منه، الغرض اللي هو السيطرة على الوضع الوبائي وعدم زيادة عدد الإصابات اليومية، وفي نفس الوقت الحمد لله ما هوش مأثر على
الوضع او النشاط الاقتصادي بفضل الاستثناءات العديده اللي احنا متخذينها. المصانع تعمل بكامل طاقتها، استثناء الاتوبيسات الخاصه بالعماله من ساعات الحظر، استثناء السيارات اللي تحمل البان وخضروات، كل هذه الاستثناءات تجعل حاليا الحمد لله النشاط الاقتصادي يعمل دون تاثير سلبي، وفي نفس الوقت الحظر بساعاته المحدده حاليا يؤدي الغرض الطبي اللي احنا عملناه عشان. كان في النهارده اللجنه العليا للازمه، وكان وزراء الداخليه والدفاع، التموين، الاعلام، التعليم العالي والتعليم والتربيه والتعليم، الصحه، ومعاهم كمان دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس للصحه والوقايه. هذا الاجتماع هل بيعقد بصفه دوريه ولا مره في الاسبوع؟ تفاصيل هذا الاجتماع وايه اللي حصل في هذا الاجتماع؟ طبعا اللجنه دي هي اللجنه الوزاريه العليا اللي تم تشكيلها منذ نحو اسبوع لاداره الازمه الخاصه بالكورونا، بتعرض عليها القرارات الكبرى الخاصه بالكورونا، طبعا من ضمنها وضع حظر التجول، مراجعته، النظر فيما اذا كنا نحتاج مد هذا الحظر، مد هنا اقصد مد الفتره بعد، لان خلاص الفتره الحظر الاول بقرار رئيس الوزراء ينتهي الاربعاء القادم، فاللجنه دي هتجتمع مجددا، هي اجتمعت النهارده الاجتماع الاول لها، وستجتمع مجددا الاسبوع القادم قبل يوم الاربعاء لتقرر ما يجب عمله فيما يخص الحظر، ونعلن ساعتها القرار وفقا للمعطيات برضه، يعني احنا ما بنتخذش اي قرار الا وفقا للمعطيات اللي بتعرض علينا. يعني لكن في ظل الارقام وكده وارد انه يتم تمديد اسبوع او اسبوعين مثلا؟ وارد طبعا، وارد طبعا، في ظل مش بس في ظل الاسبوع ده، والاسبوع اللي جاي كمان هو اللي هيقودنا لهذا القرار بشكل اكبر. الاسبوع الجاي هو اللي هيخلينا على بينه، والا كنا اتخذنا القرار من النهارده، ما اللجنه كانت مجتمعه النهارده. يعني ايه اللجنه اجلت هذا القرار للاسبوع القادم؟ لان الاسبوع القادم بناء على معطياته، بناء على ارقامه، بناء على معدلات الاصابه اليوميه، بناء على ان احنا مدى رؤيتنا الناس ملتزمه والالتزام ده محقق الغرض منه ولا محتاجين تجديد، ولا محتاجين مزيد من المد. مزيد من المد للفترة لا يعني في كل يعني لا يعني بالضرورة أن هناك وضع أو مشكلة نحاول علاجها، قد يعني أيضا أننا نحاول الحفاظ على النجاح الذي تحقق. تمام، يعني لو جينا الاسبوع الجاي مثلا قلنا لا يا جماعه، انا شايف معلش بعض الساده الوزراء وانا ما قلتهمش، وزير بترول موجود، التنميه المحليه كمان موجود، مش كده؟ الصحه، الاعلام، التربيه والتعليم، التعليم العالي، الدفاع والداخليه طبعا موجودين، فكل هذول والتموين، كل هؤلاء الوزراء كانوا موجودين. تمام فندم. طيب لو انا النهارده بتكلم ايضا بتطمني انه اجتماع النهارده شاف الوضع يعني مطمئن بالنسبه لنا، وبالتالي ما خدش قرار النهارده، فبالتالي هيكون في اجتماع اخر الاسبوع الجاي بناء على المعطيات اللي هتبقى على الارض يقدر ياخد القرار. بالظبط كده، هو المعطيات النهارده والوضع النهارده كان مطمئن، يعني الكل ابدى يعني رضاه عن الوضع المتحقق حتى الان، التاثير الايجابي لحظر الحركه، الوضع الوبائي السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عرضته وعرضت كل المعطيات، وقالت ان ما حدث من زيادات طبعا كان امر متوقع في الاسبوع السابع والثامن، وما زال متوقع ايضا زيادات في الاسبوع الثامن، لكنها كلها زيادات وفقا لامكانيات وزارة الصحة غير مقلقة، لكن المهم هنا هو ان نحافظ على هذا المعدل ولا ننجر الى زيادات كبيرة. كل هذا يحدث ان شاء الله عن طريق التزام المواطن بالحظر. واضح انه في تنسيق زي ما نقول كده روح الفريق في الحكومة، سأل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع، يعني واضح في تنسيق كبير ما بين الحكومة وكل السادة الوزراء. ده فعلا ملاحظة في محلها، وده سبب رئيسي من اسباب النجاح. الحكومة هذه الحكومة تعمل بشكل متناغم كفريق واحد، مش هتلاقي وزير متخذ قرار يعني ضد قرارات وزير اخر او ضد السياسه العامه للدوله، يعني مش هتلاقي وزيرين ماشيين في اتجاهين مختلفين، خاصه لو كانوا الوزيرين دول يعني مرتبطين ببعض، تربيه وتعليم وتعليم، سياحه واثار، بس السياحه والاثار بقت وزاره واحده، سياحه واثار وطيران. هتلاقي هتلاقي كده، هتلاقي دايما تناغم بين هذه الوزارات، تعليم عالي في الجزء اللي يخص الصحه والصحه. فهذا التناغم هو سر من يعني من اسرار هذا النجاح، الكل يعمل بروح الفريق، الكل له هدف واحد وهو
تحقيق المصلحة العليا للدولة خاصة في هذه الظروف، وده الحمد لله مخلينا نحقق هذا النجاح. القرارات بتتخذ طبعا بتبقى مدروسة، يعني هناك فكر مرتب ومنظم يقود الحكومة، والحمد لله انعكس ده والمواطن بدأ يحس بيه بالفعل من الإشادات اللي سواء في الإعلام أو في المواطن الرجل الشارع، حاسس فعلا إن في أداء مختلف لهذه الحكومة. سيادة المستشار النهاردة في كلام بيتقال، معرفش بدأ صحته، حضرتك تأكدنا أو تنفي هذا الكلام، إنه الرحلة اللي جاية من واشنطن عليها مصريين هتروح مرسى علم مش مطار القاهرة، هل هذا الكلام صحيح ولا شائعات؟ لا، ربما تستطيع أن تسأل الطيران والصحة لأن هم المعنيين بهذا الأمر، وزارة الطيران ووزارة الصحة. أنا حاليا ليس عندي أي معلومة في هذا الشأن. مستشار نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا زي ما قلنا ان هو الاسبوع اللي جاي هيتم تمديد اسبوع ولا اتنين حسب المعطيات كلها بتتكلم على الارقام طبقا في العالم. ما هو انت تجربتك من العالم بدأ بكام وراح فين، ولكن لحد النهاردة الوضع نقدر نقول مستقر تحت السيطرة، يعني كلمة تحت السيطرة في مصر حسب الارقام اللي موجوده. حتى لو احنا بنتكلم النهارده على 86 حاله، مستشار نادر قال حتى لو الاسبوع الجاي 100 حاله او اكتر في اليوم مش هيبقى عندنا وضع مقلق، يعني ولكن هو يعني يقلنا شويه، ولكن في ارقام اخرى او معطيات اخرى لو حصلت لا قدر الله مش عايزين نروح لها، لان دي اللي ممكن تعمل مشكله. فعشان كده بنقول التزام البيت الاسبوع اللي جاي في غايه الاهميه. تاني بقول بكره محدش ينزل، محدش يروح شواطئ خالص، لا اسكندرية ولا هنا ولا دمياط ولا مش عارف فين. أرجوكم رجاء محدش بكرة ينزل الشواطئ حفاظا على حضراتكم. الدولة بتاخد إجراءات، عندها إجراءات هتتعمل، فبنصح الجميع غدا الالتزام في البيت، ما تروح ليش جناين، ما هو الجنينه زي الشاطئ تجمع، ما تخرجليش قدام وجايب الناس وعائلات، ما هي تجمع، كفايه تجمعات، وخاصه في ظل التطور الامريكي. امريكان النهارده بيتكلموا على التطور الجديد، الفيروس بينتقل النهارده الكلام او التنفس، ده احدث حاجه في الولايات المتحده الامريكيه بيتكلموا عليها النهارده. فلو سمحتوا، والاول خطر ودلوقتي كمان بقى خطر، بقى اكتر خطوره كمان، تنفس والكلام بينتقل فيروس كورونا. خلاص امريكان قال لك الاجراءات بتتم، الابحاث اللي عندنا، الوقت اللي عندنا، البيت الابيض، اللجنه العلميه المرموقه البيت الابيض امبارح بالليل الاربع قالوا لهم انه الابحاث اللي عملناها قالت كذا وكذا، انه مش مجرد العطس او الكحه او لا، ده حتى كمان التحدث كلام مع بعض او حتى مجرد التنفس ينتقل فيروس كورونا. هذا الكلام بالنسبة لنا خطر، وبالنسبة لأي حد خطر، ده يغير حاجات كتيرة جدا بالمناسبة. وبالتالي كل مواطن عايز بكرة، فأنا بنصح حضرتك وبنصح حضراتكم جميعا لو سمحتوا التزموا المنازل غدا وبعد غد وبعد وبعد وبعد، لأن الأسبوع القادم هو الأسبوع الأخطر. تاني بقول من يوم السبت الأسبوع الأخطر اللي هو الأسبوع الثامن، اللي هو بنتكلم 86 النهاردة، الأسبوع الثامن الصعب، نعدي الأسبوع الثامن نروح للي بعده، ونعدي اللي بعده نروح للي بعده، ولكن لو عدينا الأسبوع الثامن هيبقى مهم جدا، حتى لو بالمعادلات دي تمانينات سبعينات ستينات يبقى مهم، ما نروحش لحاجات كتيرة 200 و300 لا تبقى عندي مشكلة. تاني بقول يبقى عندي مشكلة، رغم لحد دلوقتي بقول لحضراتكم بالمقارنات اللي عملها السيد المستشار نادر من شوية، احنا الوضع مطمئن بالنسبة لنا. العالم احنا بنتكلم على 7 حالات في المليون، برة بنتكلم على 100 وكام حالة في المليون، فالوضع مختلف تماما. لكن ده كمان ما يخلينيش انا ابقى قاعد اقول طب ما هو الوضع كده، لا يا سيدي، ما انت لازم تلتزم اكتر وتتواجد في بيتك اكتر ونمنع التجمعات اكتر واكتر واكتر، فمحدش يتزاحم ومفيهوش اي داعي. الصلاة في بيت حضرتك، فيش جوامع فاتحة، فيش صلاة جماعة، فالصلاة حضرتك صلي الظهر ربنا يكرمك ويتقبل،
وادعي لبلدك ربنا يحفظها ويحميها ويرفع عنها هذا الوباء وهذا البلاء. نقول يا رب يا رب، امين يا رب، يرفع عننا يا رب ويحفظ بلدنا ويحفظكم جميعا ويحفظ البلد وبلادنا واهالينا في كل مكان. فلو سمحتوا اهالينا بكره بلاش نزول، وبكره الساعه 1 شغاله عشان اتابع مين نزل بصراحه من الاخر بقى، الساعه 1 الظهر عشان اشوف مين نزل ومين فين، هطلعه على الهوا. انا بقول اهو، انا كانوا من كام يوم لما قلت مفاجاه، هي دي المفاجاه ان انا طالع بكره الساعه 1 الظهر. ناس عملت كان ايه، قلت لهم طالعوا الضوء يوم الجمعه عشان طالع على الهوا. فهبقى موجود الساعه 1 لسبب واحد، كل محافظات مصر بكره قدام عينيكوا على الشاشه، اللي هيخرج بكره متشاف ومتصور وموجودين في كل حته بالمناسبه، عشان انتوا وانتوا كمان تبقوا مراسلين لينا. يعني حضراتكم كمان مشاهدينا الكرام تبعتوا لنا فيديوهات من كل حته بكره من الصبح، ابعتوا عشان لما نطلع معاكم الساعه 1 يبقى معانا زملائنا موجودين، وانتوا كمان بعتوا لنا فيديوهات عشان حفاظا عليكم. الموضوع مش موضوع اعلام، لا لا لا، والله عشان حفاظا على حضراتكم، لانه مش عايز حد يتعرض لهذا المرض ولا هذا الوباء، مش عايز اسر كامله يجرى لها حاجه، مش عايز اطفال، لانه بقى الموضوع النهارده اطفال زي شباب زي كبار بقى كله النهارده. في بلجيكا طفله امبارح ماتت ولا اول امبارح. شباب النهارده الدكتور حسام بيتكلمنا من نيويورك عبد المقصود انه النسبه الاكبر كتير شباب 25 سنه فما اقل. فبقى الموضوع النهارده كان الاول كذا، لا بقى كله النهارده. فما اعتمدش على حاجاته وخلاص. فالجميع يخاف، الجميع ياخد الحذر، الجميع ياخد اجراءات الاحترازيه. فارجوكوا بكره بالنسبه لنا كلنا هيبقى يوم مهم يعدي على خير، وهيعدي ان شاء الله على خير. بس بايه؟ بالتزامنا في بيوتنا، مش بالخروج، مش بفسحه، مش بحفلات. الامر خدوه خطر، امر خطر. البلاد كلها بتشتكي، العالم كله بيشتكي، العالم كله عنده معاناه، ولكن بلدنا تاني بقول اعلى مستوى من الاداء صراحه. لما تيجي تتكلم على مصر تكلم بكده، ان خدنا من البداية ومستمرين ومستمرين بفضل اجراءات اتخذت من بدري وقرارات اتخذت من بدري، وكمان انه حضراتكم لكم دور مهم، انه فيه كتير ملايين المصريين التزموا محترمين، تاني محترمين جدا، لانه نجاح ده لينا كلنا في الاخر، بيعود علينا على البلد. التزامنا كلنا في بيوتنا بيعود علينا كلنا، لانه اعداد الاصابات تبقى اقل. طول ما قعدت في البيت اكتر الاصابات تقل، تخرج اكتر الاصابات تزيد، يبقى عندك مشكله. فالتزام حضراتكم ليه دور، وده كمان باشيد بالجميع، بكل الناس اللي التزمت من ساعه القرارات لحد النهارده، لكم كل الاحترام. كل المحلات التجاريه لكم كل الاحترام، كل اي حد التزم بهذه القرارات لكم كل الاحترام. في مخالفات بتحصل في حظر تجول وكم واحد وحاجات، حصل، ولكن كتير لا، لانه السواد الاعظم، النسبة الاكبر، مش عايز اقول 100 مليون يمكن ما التزموش، والحاجات والمحاضر يعني اعداد لا تقارن، ولكن هو ده التزام الشعب، ناس ملتزمة. اجهزة الدولة كلها على اعلى مستوى، قوات مسلحة، شرطة، طب، صحة، كل اجهزة مؤسسات الامنية والمعلوماتية، كل على اعلى مستوى، كل مؤسسات بالمحافظات كله شغال، كله بيشتغل عشان مين؟ عشان حضرتك، عشان مواطن، مسؤولين كلهم عشان حضرتك، ما يجرالكش حاجة. السلع كلها موجودة. الدكتور علي مصالح النهاردة عامل فيديو، طلع الدكتور علي النهاردة قال لك ايه، هنقعد بقى مداخلات من هنا لهنا، نعمل فيديو وكل يشوفوا الفيديو، يبقى كله يشوفوا الفيديو، يبقى هو ايه، ما عندكش مشكلة تموين نهائي. ده وزارة الداخلية عاملة حاجة جميلة جدا جدا، نسبة التموين، مبادرة كلنا واحد، ما عشان يجي يقول لك ايه، ما عندك يا سيدي، ما في حتة في مصر ما فيهاش كل السلع موجودة. الداخلية عاملة مبادرة كلنا واحد، جميع المحلات الكبيرة والهايبر والسوبر ماركت والحاجات اللي كتيرة داخلين في هذه المبادرة. هتروح
هتروح لها هتلاقي كل حاجة موجودة وأسعار إيه لا تقارن. تاني بقول لك لا تقارن. وبالمناسبة من أول أسوان لحد مطروح لحد شمال سيناء كل محافظات مصر شغالة. تاني بقول ما عندكش مشكلة في السلعة أهو الداخلية موفرة لك مبادرة كلنا واحد شغالين عليها. وتاني بقول وانت عاملين رايح كمان لازم يخاف عليك عمليات تعقيم للناس اللي داخلين اللي واقف بيتكلم اللي واقف بيبيع اللي واقف مش عارف بيعمل ايه. وكمان الميزة كمان الحاجة المتميزة يعني مش مودي لك مش بيعرض لك حاجة لا 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 ده انضف حاجة رايحة ده الداخلية اللي بتنظم. وايه الداخلية ما تنظم حاجة حد هيعرض هيعرض مثلا شوية موز ولا شوية طماطم بايظين ولا شوية ليمون مش عارف من امتى. لا يا حبيبي حضرتك هنا الداخلية فالداخلية يعني العرض يكون 100% سليم. فعش حضرتك تروح تاخد حاجة واقول لك حاجة دي مش نظيفة مش بايظة شوية الزيتون اللي قدامك ولا الزبادي ولا اللي مش عارف الحاجات لا حضرتك الحاجة اللي هي اللي هي زي ما نقول كده زي ما بيقول الكتاب بيقول الكتاب بيقولها ايه بصوا هايبر هنا وماركت هنا وهنا كل قدامك اهو عايزك تبص بس على المنظر اللي قدامك. ده المبادرة بتاعت وزارة الداخلية كل التحية للسيد محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الداخلية في كل مكان لانه دي موجودة في كل المحافظات. هتلاقي الجودة دي اللي موجودة جنبنا هنا في الشيخ زايد ولا فين هتلاقيها موجودة عندنا في سوهاج هتلاقيها عندك في أسوان هتلاقيها عندك في دمياط. تاني بقول كل ده وهذه طبعا مبادرة السيد الرئيس بالمناسبة لانه توجيهات السيد الرئيس كانت اعملوا حاجات للناس عشان كمان وده فرصة. تاني بقول فرصة عشان ما حدش يقول لك السلع السلع موجودة اهي السمنة والزيت والزيتون والحاجات جودة الحاجات متميزة قدام حضرتك اهو كل حاجة. ما تقولش ما فيش كله موجود روح بس روح. وتاني بقول وادي الرز قدامك اهو وادي السكر والشاي كل موجود حتى لو عايز حاجات رمضان من دلوقتي هتلاقيها لو عايز واللحمة والفراخ ولو عايز بطة هتلاقي لو عايز رومي هتلاقي لو يعني لو عايز تاكل رومي يعني موجود عايز حمام هتلاقي عايز سمان لو انت بتحب السمان هتلاقي كله موجود عايز سمك هتلاقي كل انواع السمك واسعار بقول لا يعني مش موجوده بره اقل من 25-30% تقريبا عن بره. عسل نحل مفيد جدا تقدر تلاقيه كمان كل حاجه موجوده اهو. انا عايز اوريك بس ايه بخليك تبص عشان تشوف الحاجه جودتها ايه وانت على الشاشه كده. هذه هي مبادرة وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محافظات مصر أكثر من 770 تقريبا أكثر من 700 هايبر وسوبر ماركت ومحل كبير الحاجات الضخمة قوي ديت كل حتة موجودة ومنافذ داخلية وأمان هتلاقوها موجودة بأسعار وادي أهو مكرونة شوية كذا تعمل كده. فقدام حضراتكم كتير الكلام ده فلازم لازم حضراتكم تاني بقول ما يبقاش عندك حجة ما حدش يضحك عليك يقول لك ما فيش حاجة. البلد هذا الوطن من 2014 كان معانا من يومين دكتور سيد خليفة نقيب الزراعين وانا بشكره وبحييه عمل مداخلة معلومات وارقام وفكرني بإحدى الحلقات اللي عملناها الصوامع كنا وقتها مع الدكتور خالد حنف وزير التموين رحنا الصوامع اللي في وادي النطرون ناحية وادي النطرون ورحنا كمان عملنا صوامع أيضا ناحية سينا كده برضو في نفس المناطق. الصوامع دي ده وقتها اللي هو إيه إن أنا بستورد. طب أقول لكم معلومة مهمة معلومة مفروض ما تقلش بس هقولها في الاجتماعات
يتعرض، وهروح للطيار رشدي زكريا رئيس مجلس اداره مصر للطيران، رئيس مصر للطيران دلوقتي حالا، ولكن هقول لكم المعلومه مهمه قوي. فيتم عرض على السيد الرئيس هنستورد مثلا 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 2 مليون طن قمح، يقول لهم لا هاتوا 4. انا بقول لكم معلومه، بقول لكم معلومه، هنستورد 6 يقول لهم هاتوا 8، انه استورد 5 هاتوا 7. مش قلل، زود زود. ليه؟ حاجتين عندك، عندك اماكن تخزن فيها اي كميات، وعندك فلوسك. كانوا موجودين قبل كده؟ لا. النهارده كل احتياجاتك موجوده. شوف انا بديك مثل واحد على القمح بس، خد كل حاجه زي كده، هاتوا بزياده، هاتوا بزياده، عشان ما يبقاش حضرتك في يوم بتدور على حاجه ما تلاقيهاش. موجوده موجوده. كابتن طيار رشدي مساء الخير على سيادتك فندم. مساء النور يا فندم. ما حقيقه ان الطائره القادمه من واشنطن فجر اليوم ان شاء الله بدل مطار القاهره رايحه مرسى علم، هل ده صحيح؟ صحيح يا فندم، ان شاء الله هنستضيف يعني مجلس الرئيس ان شاء الله المصريين العائدين على الطائره لمده 14 يوم حج صحي في مرسى علم ان شاء الله. ايه سبب القرار ايه يا فندم؟ هو الحقيقه ده حمايه طبعا للمواطنين العائدين وكذلك للمواطنين في مصر من عند اي انتشار للمرض طبعا المنتشر الكورونا. لا يعني الطياره دي بدل ما تنزل مطار القاهره هتنزل في مرسى علم او في الغردقه؟ تمام. الغردقه ولا مرسى علم؟ لا في مرسى علم. مرسى علم ايوه. هتنزل هناك، وهناك في هيقعدوا 14 يوم حجر صحي. فين؟ في قريه سياحيه موجوده هناك. في قريه سياحيه؟ ايوه. هل في طيارات اخرى هتتم تغيير مكان هبوطها من الرحلات اللي جايه الايام القادمه؟ في طياره بعد بكره ان شاء الله برضو راجعه من واشنطن، بس لسه لم يتحدد بالظبط حتى توجه لفين ان شاء الله. اللي جايه بكره ان شاء الله والفجر عليها كم مواطن مصري؟ عليها حوالي 290 مواطن ان شاء الله. 290 ان شاء الله. فدول بنطمن عليهم. ايه الاجراءات اللي بتعملوها لما الركاب بيطلعوا الطياره يا فندم وطوال الرحله؟ طوال الرحله طبعا في مواد تعقيم موجوده على الطياره وماسكات، وطبعا الطياره نفسها بتتعقم قبل الرحله وبعد الرحله طبيعي. وطول الرحله بيكون في اي مواد التعقيم والماسكات وكل حاجه هي محتاجها. نقلنا كم اولادنا العالقين والمصريين العالقين على مدى الايام الماضيه، نقلنا قد ايه وبكم رحله؟ نقلنا اعداد تعدي حوالي 2000 راكب يمكن من مختلف الدول. 2000 تقريبا. اخر رحله هتيجي امتى؟ اخر رحله بعد بكره الفجر ان شاء الله، اللي هي بتاعت امريكا. في واحده هتوصل بكره الفجر وفي واحده بعد بكره الفجر ان شاء الله برضه جايه من واشنطن ان شاء الله. نقدر نقول انه بعد كده مفيش رحلات تانية؟ لا مفيش اي رحلات تانية ان شاء الله لغايه بقى سهل ان شاء الله لما تفتح حظر الطيران ان شاء الله. هل كان في رحلات بتجهزوها وتم الغائها؟ نعم ام لا؟ لا لا مفيش اي رحلات تم الغائها تاني خلاص. يعني الجدول محطوط مكملين لحد ما ينتهي اللي هو بعد بكره ان شاء الله. بالظبط يا فندم بالظبط، دي اخر رحله بعد بكره. طيب لو ان شاء الله ربنا يكرم كده، لو حصل كده يعني يلا يا جماعه نبدا نطير، انه بعض شركات طيران الدوليه او تحديدا الامارات، طيران الامارات امبارح قالوا هنسير 6 رحلات تقريبا خلال الايام القادمه، هل احنا ناويين نعمل كده ولا احنا منتظرين شويه؟ هي الحقيقه الامارات هتعمل نفس اللي احنا عملناه، هم هيسيروا رحلات عشان ترحيل الرعايا اللي موجودين في الامارات لدولهم يعني لازم. بيرجعوا ابناء الامارات من بره. بالظبط يا فندم، لكن مش هيستخدموا اي ركاب على الطائرات دي في العوده. هي الغرض منها برضو اجلاء الرعايا اللي موجودين في الامارات لدولهم، زي ما احنا عملنا بالظبط ورجعنا المصريين.
كابتن بشكرك شكرا جزيلا. كابتن طيار رشدي زكريا رئيس مصر للطيران، كل التحية لحضرتك. إذن خبر مهم، رحلة مصر للطيران القادمة فجر هذا اليوم في الطريق طبعا دلوقتي نقدر جاية، كان مفترض تنزل مطار القاهرة، تم تغيير المسار إلى مطار مرسى علم، وهينزلوا هناك في إحدى القرى السياحية زي ما قال لنا الكابتن رشدي، عليها 290 راكب مصري، هيقعدوا 14 يوم في الحجر الصحي. تاني في الحجر الصحي، يبقى عرفنا المعلومة الأولى. المعلومة التانية المهمة، آخر رحلة، آخر رحلة خلاص بعد بكرة، بعد بكرة يوم السبت إن شاء الله هتكون رحلة أيضا جاية من واشنطن تنقل مصريين أيضا، بس لسه هتنزل فين لسه قرار ما اتخدش، ولكن الحجر الصحي هيتم للمجموعة اللي جاية من واشنطن النهاردة الفجر بعد ساعات من دلوقتي. الحجر الصحي بتاعهم هيكون في مرسى علم في إحدى القرى السياحية، يعني طبعا ده نتيجة حضراتكم عارفين، ولكن هو مهم إنك برضو بتوزع على بعض المناطق، وهو إجراء صحي اللي احنا بنعمله النهاردة، إجراءات صحية حماية ليهم وحماية للبلد، ومحدش يزعل من هذا الكلام على الإطلاق، دي إجراءات موجودة في الدنيا كلها. دكتور حسام كان معنا من شوية، من حسام عبد المقصود من نيويورك، قال لحضراتكم الشوارع في نيويورك مفيش حد في الشارع إلا بتوع الجيش، قوات الجيش الأمريكي، الشرطة الأمريكية، الأطباء والتمريض بس، إسعاف طبعا، مفيش حد تاني، مش مسموح حد يبقى في الشارع غير كده. الدول كلها بتعمل كده عشان تحافظ على، عشان الأعداد ما تبقاش، وإحنا مش عايزين أمور تزيد عن كده إن شاء الله بإذن الله تعالى. تعالوا نتابع مع بعض الداخلية وكلنا واحد زي ما كنت بتكلم من شوية، نتابع ثم أعود لحضراتكم. إحنا ما عندناش مشكلة خالص في السلع، في السلع مفيش مشكلة في أي حاجة. السيد الرئيس على كل اللي هو بيعمله لينا، المبادرة طبعا جميلة جدا والأسعار حلوة، وإن هو كمان محافظ على صحتنا والأمان في المكان. ما لقيتش حاجة مثلا ناقصة أو كده، ولقيت الأسعار، الحاجة الغريبة إني لقيت الأسعار نزلت. والله السلع متوفرة وكل حاجة موجودة والدنيا لسه بخير يعني الحمد لله. رقابة جامدة على السوق المصري في ضبط الأسعار وتوفير الكميات. بتحبوا كده عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، فقد أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 12 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويمكن للمواطن الحصول عليها في أي وقت دون الحاجة للتكدسات بما يكفل سلامة المواطنين. المكان كله بالكامل معقم من بداية دخول العميل إلى الكاشير اللي بتعامل معاه إلى البائعين الموجودين في الممرات. جميع السلع الاستراتيجية الخاصة بالمستهلك اللي هو أنا البسيط جدا متوفرة في جميع الأسواق. بنشكر السيد الرئيس على كل اللي هو بيعمله لينا، المبادرة طبعا جميلة جدا والأسعار حلوة، وإن هو كمان محافظ على صحتنا والأمان في المكان. الكميات متواجدة في السوق
في رقابة جامدة على السوق المصري في ضبط الأسعار وتوفير الكميات. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافه مش بس كلام. وتتوافر تلك السلع بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية المشاركة في المبادرة، والتي تصل إلى 776 فرعاً ل 18 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية. وبيجي دور وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمثل هذه المبادرات عشان تأكد لك وتثبت لك إن إحنا عاملين كنترول على السوق، والسوق تحت المتابعة وتحت السيطرة. في فرق في الأسعار طبعاً بال 20 جنيه والله في الحاجة. الحمد لله الأسعار كويسة وأفضل كتير من أماكن تانية يعني. أتمنى من الناس إنها تاخد على قد احتياجاتها. وأقامت مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار تجار الجملة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، إضافة إلى سيارات متنقلة محملة بتلك السلع تجوب الشوارع والميادين والقرى لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه المبادرة. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين باتباع إجراءات الوقاية التي أطلقتها الجهات المعنية وتجنب الزحام وترك مسافات آمنة أثناء قيامهم بشراء السلع حفاظا على سلامتهم. نظام برضو حلو قوي في حته الدخول لاي مكان، موضوع التطهير برضو الطابور، الناس بتراعي موضوع الطوابير، بتراعي موضوع التطهير برضو، الناس بتخش الكمامات. انا احس ان كل حاجه مش زي ما الناس بتقول، الحمد لله الحاجه موجوده يعني، ما لقيتش حاجه مثلا ناقصه او كده، ولقيت الاسعار. الحاجه الغريبه اني لقيت الاسعار نزلت، فدي حاجه يعني مختلفة بصراحة يعني. بنشكر طبعا سيادة الرئيس. يحميك يا بلدنا يا بلد الأمن والرضا. تبقوش قلقانين، تبقوش قلقانين، بلد قوية إن شاء الله دايما يا رب، بلد صامدة ثابتة، مؤسسات حاجتنا كلها موجودة الحمد لله. بعض عندنا مشاكل اقتصادية هيحصل، هيحصل العالم كله في دول هيحصل لها مشاكل ضخمة جدا من العالم الأول، ضخمة جدا. كان النهاردة دكتور رجل أعمال أردني وأنا بحييه وبشكره أستاذ طلال أبو غزالة، كان النهاردة بيتكلم على هيحصل إيه في العالم. بالمناسبة هذا الرجل واحد عنده شركات في أكثر من 100 دولة، وشايف قعد يعمل تحليل لطيف كده، قال لك انه الصين هتبقى رقم واحد وامريكا رقم ثلاثة، وقعد يتكلم على الاقتصاد العالم هيحصل فيه في الوضع الاقتصادي في العالم، وامريكا ومشاكلها الاقتصادية. وامريكا من اسبوع 10 ايام كده بيضخوا 2 تريليون دولار عشان ينقذ الاقتصاد الامريكي، متخيل الرقم؟ 2 تريليون دولار. وطبعا الوضع صعب، وترتيب اوراق العالم دول كان عامل النهارده حاجه يعني قويه جدا، وانا بحييه انه اتكلم على مصر، اتكلم على بلدي، وقال مصر هتكون من الدول الصاعده في الكام سنه القريبين دول، من الدول الصاعدة. مش كلامي، كلام هذا الرجل اللي قدامكم أستاذ طلال أبو غزالة. وهذا الرجل بحييه، هو رجل أعمال أردني معروف، قابل ملوك، لقاءات، زعماء، رؤساء، يعني شخصية، مش واحد طلع يقول كلامه خلاص، لا، شخصية معروفة جدا واسم كبير في عالم الاقتصاد يعني. فاتكلم على مصر زي ما بقول لحضراتكم، قاعد يتكلم على مصر انه مصر رايحة فين بشكل انا شخصيا يعني يعني عارفين بنعمل، لكن لما يجي من هذا الرجل كمان اللي قدام حضراتكم مع جلالة الملك عبدالله الثاني، لما يقول هذا الكلام كمان بقاله فترة بيقول هذا الكلام. من اسبوع كده 10 ايام حد بعت لي فيديو، كان عامل مداخلة تقريبا مع قناة الجزيرة، قناة الدوحة، وقال لهم نفس الكلام ده، وقال لهم بقول لكم ايه، الدول الصاعدة اللي جاية وراح قايل مصر
انتظروا مصر من الدول السبعة التمانية اللي انتوا ممكن تقولوا عليهم، هتبقى رقم سبعة رقم تمانية حسب التصنيف في الخمس ست سبع سنوات اللي جايين. قال كده، تاني بقول مش كلامي، كلام الرجل اللي قدام حضراتكم، الرجل المحترم، الرجل المحترم بحييه وبمسي عليه وبحيي كل أشقانا في المملكة الأردنية الهاشمية، شعب اللي احنا بنحبه، حب جلالة الملك عبدالله كمان جدا. فلما حد يقول لكم هذا الكلام حضرتك تكون سعيد، تكون عارف بلدك إن شاء الله أزمة كبيرة بس هنعديها بتماسكنا، بإصرارنا إن احنا هنعدي وهننجح، بالتزامنا، بالتزامنا. ليه؟ لأن احنا بنلحق نفسنا، إن احنا مرتبين من بدري، مرتبين للبنية التحتية، مرتبينها من 2014 لما جه السيد الرئيس. كان بيعمل ايه في الأول؟ عمل حاجة عظيمة جدا اللي الناس كانت بتقول لك ليه بيعمل ده وبيعمل ده، عرفته وبيعمل ده ليه؟ عشان وقت زي ده، وقت أزمة في العالم، في العالم كله كله كله. كان معانا السيد طارق عامر من كام يوم في مداخلة طويلة يوم الأحد اللي فات، قال لنا ايه وضعنا ايه الاقتصادي، واقفين ازاي وثابتين ازاي، بنطلع فلوس عشان ايه وبناخد قرارات عشان ايه، عشان وضع اقتصادي ثابت. عملت بنية، بنيت ارضية تقدر تتحرك، تقدر تتحرك في شوية دلوقتي، يعني في بعض الحاجات متأثرة طبعا، لان انت بتحافظ على الناس الاول. في الاجتماعات سيادة الرئيس ولما نسمعها دايما انه في مداخلات مع السادة الوزراء قول لهم مالكوش علاقة بالوضع الاقتصادي، مالكوش علاقة بالفلوس، لكوا علاقة بحاجة واحدة بس، الحفاظ على صحة المصريين. ده اللي حط الرئيس قدامه، مش هيحصل لنا مشاكل اقتصادية ايه وخسائر قد ايه وايه، قال لهم كل ده خلوه على جنب، ركزوا ازاي احافظ على صحة المئة مليون. الوضع التاني ده هنشوف هنتعامل معاه ازاي، وكل مرحلة هنتعامل معاها ازاي. عشان كده الشغل، انه في ناس تشتغل رغم اللي احنا فيه، تعمل لهم اجراءات، مصانع شغالة، شركات شغالة، مش عايز اوقف الحياة، مش عايز اوقف الدنيا عشان البلد يعني زي ما بقول كده. ما هو خلي بالك في ناس قاعدة في البيت دلوقتي، في ناس قاعدة في البيت، اللي قاعد في البيت ده عايز ياكل وعايز يعيش، هو كان بياخد له 200 300 جنيه في اليوم، طب ما بيدخلوش عنده، مش بيدخلوا له دلوقتي لان هو ده كان بيشتغل باليوميه. انا بتكلم على اقل فئه متاثره. طب انت عملت واحد اتنين اربعه عشان تروح للناس دي، ومبادرات كتير عشان تروح للناس دي. طب لو انا قفلت الدنيا كلها، عندك كام مليون هيقعدوا في البيت؟ كام مليون موظف اقصد؟ كام مليون في القطاع الخاص والقطاع، نتكلم على 27 28 مليون، ما بين 22 مليون في القطاع الخاص و6 مليون في القطاع في الحكومه والجهاز الاداري للدوله. نتكلم على 28 موظف. وبعدين برغم تاني بقول انا واحد من الناس اللي مع الاجراءات الناس تقعد في البيت، انا شخصيا، بس الصوره مش عندي كامله، ولكن بحاول اشرح لحضرتك ليه السبب، ليه لحد دلوقتي القرارات دي متأخرة؟ يعني بتأجلها شوية، بمدها شوية، بس وارد، لقد وارد، وارد. ما في الآخر صحة الناس أهم من أي حاجة أخرى. صحة الناس أهم من الشغل وأهم من التشغيل وأهم من أي شيء. لكن مش عايزين نروح لده. بتحاول تأجل شوية، تقلل شوية، تخفض شوية، بدل ما يبقوا عاملها من ثلاث أسابيع، لو لا قدر الله حصل ممكن تعملها، ممكن ما اعرفش الاعداد ده هتبقى ايه، لان نتمنى نوصل للاعداد اللي ممكن تاخد هذا القرار، مش عايزين نروح له على الاطلاق. ولكن في الاخر انت عندك حياه الناس اهم، حياه الناس اهم. نشوف الدكتور عالم صالحي كمان وزير التموين بيتكلم على احتياجاتنا ايه، عشان حضرتك ما تروحش تاخد تملى عربية. النهاردة ماشي في مكان كده ولقيت امبارح ماشي في مكان في منطقة
فلقيت أسرة، رجل فاضل محترم وسيدة فاضلة محترمة، خارجين من هايبر، فاتحين شنطة العربية وفي مجموعة شباب واقفين قدام محلات كده، واقفين أربع خمس ست شباب. والمنظر حضرتك اللي خلاني بصيت إنه جايبين واخدين عربيتين، زقينه كل واحد قدامه عربية، العربية يعني كده، لو أنا وقفت هقول لك يعني بيسندوا الحاجة كده هو، زي ما بتكلم بجد والله معلش عشان الإضاءة، الحاجة كده هو وبيسندوها عشان ما تقعش، فرضين لو كل الناس عملت كده مش هتفضل في... ليه؟ خده وخلي لغيرك، الحاجات مش هتخلص، حاجات مش هتخلص. ياخد مثلا 20 كرتونة مية ليه؟ خد أربعة، خد ستة، خد 10 20، ما تخلي اللي بعدك. 40 إزازة زيت ليه؟ 10 سمن، علب سمن ليه؟ مش عارف كام فرخة ليه؟ حاجة موجودة، الحاجة موجودة. تعال شوف الدكتور علي مصالح كمان يقول لحضراتكم عندنا ايه وما عندناش ايه، وعندنا احتياطي قد ايه في مصر. نشوف. احب ان انا اطمنكم ان كافة السلع الغذائية سواء من قمح لزيت لسكر لرز لمكرونة سمنة لكافة ما تحتاجوه، وكذلك البروتينات سواء الفراخ أو اللحوم المجمدة أو اللحوم الطازجة، لدينا من الاحتياطي الاستراتيجي ما يغطينا في أي حاجة من اللي أنا قلتها دي أقل حاجة 4 شهور، وعندنا السكر واللحوم والدواجن أكتر من 6 شهور. ومع ذلك لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتوفير السلع الغذائية، تم التوجيه كذلك لزيادة هذا الاحتياطي وجاري اتخاذ هذه الإجراءات. فتحنا كذلك الصرف من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء ولطول الشهر. وكذلك فتحنا صرف نقاط الخبز، بدل ما كانت تنتهي في 20 من الشهر فتحناها لآخر الشهر. المطلوب وإحنا في المرحلة دي إن الجميع يتعاون حتى يمكن تقليل الضرر الناتج من فيروس كورونا، وبالتالي هي مشكلة التجمعات. فمن فضل حضراتكم، وأنا بشكر السادة البدالين التموينيين وجمعيتي لسبب إن كتير منهم ابتدى ينظم الجمهور أمامه، قرار الحظر لا يسري على محلات السلع الغذائية. ولما بنتكلم على محلات السلع الغذائية ليس فقط البدالين أو جمعيتي أو السوبر ماركت أو مصانع الأغذية أو النقل بالأغذية، ولكن كذلك محلات الخضر والفاكهة واللحوم والجزارة والدواجن والألبان، والألبان محلات الأغذية والألبان والزبادي، كل ذلك ليس عليه حظر. والحمد لله يمكن حصل بعض النقاط في التنفيذ يوم الجمعة الماضية، ولكن الجميع الآن يتعاون، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء إن هذا الحظر ليس له أي علاقة إلا بالتجمعات وعدم تحرك الأفراد خارج نطاق الحظر. ده كلام الدكتور علي مصلح وزير التموين والتجارة الداخلية، عشان الناس تطمن ما عندناش مشاكل على الإطلاق في أي مكان. إلى بورسعيد وسيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. سيادة المحافظ مساء الخير. أولا الأمر الآخر، هناك واقعة مؤسفة في محافظة بورسعيد، مدى صحة ما تم تداول هذا الأمر إنه أحد المتوفين كان مصابا بفيروس كورونا نقل على عربية ربع نقل، هل هذا صحيح؟ في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك أن أعطيتني الفرصة أن أنا أتواصل مع حضرتك، وفي نفس الوقت بقدم التعازي لأسرة المتوفى. الموقف اللي ظهر النهاردة طبعا موقف، إحنا بنتكلم على بلد وبنتكلم على مصر،
ما كناش احنا بندير الازمه ديت على اعلى مستوى. يبقى لازم كلنا نتكاتف عشان موضوع يعني صوره مصر عندنا غاليه قوي، مصر عندنا عظيمه قوي. بس احب اوضح نقطه بس، ان المتوفي كان دخل المستشفى يوم 31/3 باشتباه بالفيروس. اتخذ منه العينه يا فندم، العينه طلعت ايجابيه يوم 1/4. هو توفى عصر 1/4 في المستشفى. اتخذت معاه كل الاجراءات الوقائيه في المستشفى. ايوه. الاطباء قاموا بدورهم والمستشفى قام بدورها على اكمل وجه لغايه موضوع الغسل. الغسل كان فيه مشكله، كان فيه بعض الناس يعني خايفه انها تتعامل مع هذه الحاله. والمستشفى جابت اكثر من واحد مغسل يعني، وكانوا يعني كان فيه يعني خوف وريبه من هذا الموقف يعني، لغايه لما الحمد لله توصلوا بالتنسيق مع اسره المتوفي وجابوا احد المغسلين، وكان النهارده كان احد الدكاتره موجود جوه التغسيل وكان بيساعد المغسل. دور المستشفى يا فندم هنا بيقف عند التغسيل وخروج والمتوفي بيتسلم لاهل المتوفي، المسؤول عن ان يجيب عربيه عشان خاطر ينقل المتوفي اهل المتوفي. اهل المتوفي اتصلوا فعلا بجمعيه دفن الموتى، وهنا للاسف بقى جمعيه دفن الموتى رفضت ان هي تنقل الجثه وهتاخد معاها كل الاجراءات القانونيه. لا يا فندم معلش انا اسف، الجمعيه دفن الموتى رفضت تنقل الجثمان؟ ايوه ايوه ايوه. بعدين رفضتين الجثه. اهل الموتى تواصلوا مع احد نواب مجلس النواب في محافظه بورسعيد، ووعد ان هم يظبط لهم عربيه، جاب لهم عربيه يا فندم اللي انت المنظر اللي شفته النهارده بالمنظر ده. وزاره الصحه ان هي الطب الوقائي بيبقى موجود في الجبانه عشان يضمن على موضوع الدفن السليم والصحيح طبقا لتعليمات وزاره الصحه. المشكله فني في ايه هنا؟ المشكله ان الموقف اللي زي ده ان احنا نكون لازم نتعامل فيه بشفافيه كامله. وفي نفس الوقت يا فندم الوضع اللي ظهر قدامنا دوت طبعا المنظر طبعا ما يرضيش حد. وفي نفس الوقت يعني انا مكتبي وتليفوناتي مفتوحه 24 ساعه، غرفه عمليات مفتوحه 24 ساعه. في الحاجه اللي ديت لو لجوا لينا احنا هنتدخل ونوفر الاسلوب. زي ما قبل كده حصلت في مستشفى بورفؤاد حاله مفاجاه الاسبوع اللي فات، واتنقل بعربيات وراحت الجبانه. لكن اللي بيسيء لينا يا فندم بقى اللي ماشي ورا العربيه وبيصور فندم. احنا بقى اللي فندم. بعدين احنا بتدير ازمه. جميع عناصر الدوله بتدير ازمه بشفافيه عاليه جدا. جدا جدا. طب ليه كده؟ ليه سيء لبلده؟ ليه سيء لمحافظته؟ وليه سيء لدولته؟ بعدين اكرام الميت. المنظر اللي قدامنا يا سياده المحافظ ده منظر صعب بصراحه جدا جدا يعني على الجميع يعني انه ده يتم بصراحه. ما يرضيش حد يا فندم، ما يرضيش حد ابدا ابدا ابدا. حضرتك بتقول لي احد الساده النواب هو اللي جاب العربيه دي؟ جاب العربيه دي. طب ليه ما لقاش عربيه يعني عربيه نظيفه يعني؟ يا فندم لو اي حد بيكلموا سيادتك يا فندم. يا فندم انا مكتبي مفتوح 24 ساعه، انا بتكلم دلوقتي حضرتك وانا في المكتب، يعني بتكلم حضرتك دلوقتي وانا موجود في المكتب. الموقف الثاني يا فندم اللي احنا تواصلنا مع وزاره الصحه مشكوره، وزاره الصحه خصصت اربع عربيات من الاسعاف القديم انها تجهزها لعربيات دفن الموتى لاربع محافظات. ايوه معينه. ده بعد الواقعه بتاعت النهارده؟ بعد الواقعه بتاعت النهارده فندم. ايوه تخصيص اربع عربيات. ايوه اربع عربيات محافظه بورسعيد لها نصيب في عربيه ان شاء الله من بكره تبقى موجوده. بالاضافه تواصلت برضه مع وزير النظام الاجتماعي مشكورا برضه، هتخصص لي عربيه من بكره ان شاء الله تبقى خاصه بنقل هذه الحالات في المنظر ده. يا فندم طب الجمعيه يا فندم التعامل معاها، هل الجمعيه لها حق انها ترفض يا فندم حاله وفاه؟ يا فندم لها حق انها ترفض هذا الكلام؟ لا يا فندم، وانا عايزك انا حولتها اتخذت معاها الاجراءات القانونيه يا فندم النهارده لمعرفه بهذه الواقعه. الاجراءات القانونيه بتاعنا ايه يا سياده المحافظ؟ تحقيقات واجراءات قانونيه؟ تحقيقات يا فندم. مبدئيا يا فندم يعني مدير الجمعيه يعني عزل من منصبه. وان شاء الله ده في البدايه، ويعني ناخد الاجراءات القانونيه بقى بعد كده. عزل مدير الجمعيه من منصبه؟ من منصبه. طيب الاسره يا فندم هل التقيت بيهم واتكلمت معاهم؟ والله تواصلت مع افراد اسره المتوفي. الواقعه كانت النهارده، كان النهارده المغرب. والواقعه التصوير بتاع الفيلم ده احنا شفناه مساء النهارده. ان شاء الله كده انا بكره ان شاء الله اروح اقدم التعازي بس ان شاء الله.
طيب هل المحيطين بالمتوفي وطبعا لما ثبت انه عنده كورونا هل تم اخذ عينات من الناس؟ ايوه احنا جميع عندنا مجموعه حصر وتقصي للموضوعات دي كلها يا فندم. الموضوعات شغاله 24 ساعه وفي نفس الوقت بيبقى في بنتابعهم واذا كان في حصل اي حاله اي ظهور اي اعراض بتاخذ كل الاجراءات ضد الموضوع ده. سيد محافظ هل في عمرتين تقريبا او اكتر ولا اقل خلال الكام يوم اللي فاتوا حصل لهم عزل فعلا؟ سبع عمرات يا فندم. سبع عمرات حصل لهم عزل في اماكن متفرقه وبيتم متابعتهم متابعه مستمره من اربع جهات رئيسيه، من امن المحافظه ومن التضامن الاجتماعي ومن الطب الوقائي والحمد لله ما فيش ادنى مشكله. وانا بشكر الجمعيات الاهليه وبشكر وزاره الصحه على المتابعه المستمره هذه الاجراءات. وهم يعني بس في تامين كامل او اطمئنان انه ما حدش فيهم بينزل؟ لا تامين كامل يا فندم، في اربع جهات مسؤوله، المحافظه ومديريه الامن والتضامن الاجتماعي والطب الوقائي موجودين. واي احتياجات يا فندم بالنسبه لل بياكلوا ازاي؟ اكلهم احتياجاتهم؟ التضامن الاجتماعي مع الحي مع الطب الوقائي كل الاجراءات مع الجمعيات الاهليه، يعني توفرت لهم كل وسائل الاعاش اللي موجوده فعلا. بنتكلم على عدد سكان تقريبا قد ايه يا فندم دول اللي هم عاملين لهم الاجراءات؟ بيتربح من 500 اسره. 500 فرد. ايوه. دول اللي عملت لهم عزل من امتى يا فندم؟ من اول امبارح. لمده 14 يوم. لمده 14 يوم. واحب اطمن حضرتك برضو كان العزل كان موجود في مصنع اللي هو كان احد العزل فك الحظر عليه امبارح. الحمد لله ما فيش اي حاله من الحالات، ثلاث حالات ايجابيه ولا حاله ايجابيه موجوده. كم واحد خرجوا بالسلام ما عندهمش اي اصابات؟ 106 عامل. يبقى ده خبر ايجابي كمان، خرجوا بالسلام الحمد لله ما حدش عنده اي حاجه. كان في اكثر من برضه منطقتين كنا عازلينهم برضه. الحمد لله خرجوا برضه امبارح، برضه ما كانش في اي مشكله. اللي هم قد ايه كم يعني؟ احب انا الارقام والاعداد. كان عباره عن 17 فرد منهم افراد اجانب. كمان دول ما فيهمش حاجه؟ لا الحمد لله. المصنع ده يا فندم بيتفتح ولا بيفضل مقفول شويه؟ لا خلاص يا فندم، من امبارح مساء انفجر الحظر عنه خالص، وان شاء الله يرجع تاني للعمل عادي. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. اذا تحقيق في واقعه يعني رفض جمعيه النقل ودفن الموتى في بورسعيد الى التحقيق وعزل مدير الجمعيه احد الساده النواب طبقا لكلام السيد المحافظ. هو جاب عربيه ربع نقل، منظر صعب جدا ما ينفعش ابدا، ومنظر لا يليق على الاطلاق ان يكون ده يعني نقل جثمان احد ضحايا فيروس كورونا في محافظة بورسعيد اللي توفي امبارح، والدفن والاجراءات اللي تمت اليوم. وزي ما بقول لحضراتكم طبعا واضح انه السيد محافظ اخذوا اجراءات سريعة، وتمت وزارة الصحة هتبعت عربية تكون تحت يعني محافظة بورسعيد، تصرف محافظة بورسعيد في حالة لا قدر الله أي وفيات أخرى تبقى موجودة وجاهزة، ما يبقوش محتاجين أي حد ينقل أو أي جمعيات أو المنظر اللي قدامكم ده، لأنه منظر بصراحة لا يليق على الإطلاق أنه ده يحصل كمان. يعني لازم نتعامل بأكتر من كده في هذه الظروف، كمان الناس يكون عندها كمان يعني تبص على، لانه ده زي ما بقول لكم يعني بيسيء لاي حد، اهل المتوفي ربنا يرحمه ويعني يصبر اهله، وحتى الاهالي بورسعيد، وحتى اللي جاب هذه السياره، يعني انه كان لازم يبقى فيه متابعه العربيه اللي رايحه تنقل هو شكلها ايه، يعني هل احنا متعودين ان حاجه زي كده؟ منظر ايضا كمان لا يليق على الاطلاق. النهارده يشرفني بعد شويه المهندس ديفيد بشاره. مهندس ديفيد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الروبوت، ووجوده معانا النهاردة لأنه الصين عندها تجربة فريدة. عرضنا لحضراتكم من أسبوعين كده أو ثلاث أسابيع الصين إزاي قدرت تحاصر وتسيطر، استخدمت العلم التكنولوجيا البيج داتا. فالمهندس ديفيد شركته متخصصة في هذا المجال، نقدر نستفيد من ده؟ نقدر في مصر نعمل ده؟ هذا الرجل النهاردة هيقدر يشرح لنا ازاي وانا عندي معلوماتي، عندي
كل حاجة عن كل الناس. عندي النهاردة استخدم التكنولوجيا، النهاردة بقى الروبوت هو بيكشف بقى، بيحدد الناس وهم ماشيين عنده درجة حرارته كام. بقى الروبوت النهاردة بيودي الأكل، بيشتغل كأنه يعني في مستشفيات، بيشتغل حارس على يعني بيستخدم في حاجات كتيرة جدا، بيوفر كمان جهد كبير، يوفر أيدي عاملة كمان، يبقى بيعمل في الظروف اللي احنا فيها والانتقال والعدوى وغيره تستخدم التكنولوجيا، تبعد الطبيب، تبعد التدخل البشري، يبقى بتستخدم وسائل حديثة في المتابعة والرصد وأيضا النتائج. حتى زي ما بقول لحضرتك، حتى توقيع الكشف الطبي يكشف عليك ويطلع لك النتيجة، واستخدمه في الشارع، يرش ويعمل تعقيم ويعمل مش عارف ايه، يعني كل حاجة. هو التكنولوجيا العالم رايح لكده، الذكاء الاصطناعي، يبقى هو ده احنا رايحين ذكاء اصطناعي، احنا في ده رايحين شغالين عليه، والبلد بقالها فترة بتشتغل على ده. فهنشتغل ونتكلم مع المهندس ديفيد بشارة بعد شوية ازاي نقدر نستفيد من هذه المنظومة اللي موجودة عنده، ويقدر كمان يساعد بلده ازاي في هذا الامر. دكتور طارق شوقي النهاردة وزير التربية والتعليم، لانه ده كمان يخص الملايين من طلابنا واولادنا، شرح التفاصيل الخاصة بالمشروع او مشاريع البحثية للطلاب، شرح مهم. ولكن خليني اقول لحضراتكم اهم النقاط عشان الوقت كمان، واحنا بنشوف الدكتور طارق وهو بيتكلم كمان في الفيديو اللي عمله النهارده. المشروع البحثي اللي هو من تالتة ابتدائي الى تالتة اعدادي، هو مشروع زي ما بقول لحضراتكم بحثي، ملخص كلام الدكتور طارق، متعدد التخصصات لكل طالب عشان ينتقل للسنة التالية. للطالب انه بيعمل المشروع ده، بينفذ هذا المشروع مع مجموعة من زمايله ما يزيدوش عن 5. يعني اقول لكم الحاجات اهم النقاط يعني بمنتهى السهولة، ونبقى عارفين. دكتور طارق عمل فيديو حوالي ربع ساعة او اكتر يمكن، وانا سمعته اكتر من مرة النهاردة عشان اقدر كمان استخلص بعض النتائج من هذا الفيديو. من المدة المحددة للمشروع البحثي قد ايه؟ تاني المدة قد ايه؟ انا هجاوب لحضراتكم، اقول لحضراتكم من 9 ابريل حتى 15 مايو طبقا لما ذكره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. يبقى المدة المحددة للمشروع البحثي اللي هيعمله الطلبة من 9 ابريل حتى 15 مايو، مدة طويلة اهي، مدة طويلة. هيوضع في الاعتبار اختيار الموضوعات بالنسبة لعمر الطالب من ابتدائي حتى المراحل المختلفة. طيب ايه عناصر المشروع البحثي؟ ما هي عناصر المشروع؟ انا برضو الحاجات البسيطة اللي كل واحد بيتابعنا يقدر يعرف الحكاية ايه، ملخص لما ذكره الدكتور طارق شوقي، اللي هي كبسولات سريعة. يعني عناصر المشروع البحثي: رقم 1 عنوان المشروع، رقم 2 المقدمة، مقدمة المشروع البحثي اللي حضرتك بتعمله أو حضراتكم بتعملوه، رقم 3 جسم المشروع أو المتن، رقم 3 جسم المشروع أو المتن، رقم 4 النتيجة، وصلنا لإيه من النتائج، رقم 5 المراجع، حضرتك اعتمدت على إيه وأنت بتعمل هذا البحث أو المشروع البحثي ده، اعتمدت على إيه؟ أقولهم تاني، إيه عناصر المشروع البحثي اللي حضرتك هتعملوه من، هيكون من 9 ابريل عشان هيتم اعلان الجدول يوم 9 ابريل حتى 15 مايو. طيب الامر الاخر ايه هو حضراتكم؟ رقم 1 العنوان، رقم 1 العنوان، ما هي عناصر المشروع، رقم 2 اللي هو عنوان المشروع، رقم 2 المقدمة الخاصة بهذا المشروع البحثي، رقم 3 متن المشروع او المتن او الجسم اللي هو الموضوع نفسه، جسم المشروع او متن الموضوع او المتن، رقم 4 النتيجة اللي توصلت لها خلال هذا البحث او هذا المشروع، رقم 5 ودي مهمة قوي الدكتور طارق شوقي النهاردة اكد عليها في الفيديو اللي قدام حضراتكم، اللي هي المراجع، لازم تكتب اسماء المراجع اللي حضرتك اعتمدت عليها او استندت لها او قرات منها او اطلعت عليها.
يوم الأحد 5 إبريل وزارة التربية والتعليم على الموقع بتاعها هتعرض فيديو توضيحي لطريقة عمل البحث. إمتى هتعمل؟ يوم الأحد الجاي. والوزارة هتطلع على الموقع بتاعها الفيديو التوضيحي لطريقة عمل البحث أو المشروع على موقع وزارة التربية والتعليم. إيه اللي هيحصل تاني؟ يوم الخميس 9 إبريل، ركزوا في الكلام، هيتم إعلان الجدول الخاص بالمشروعات البحثية. إمتى الكلام ده؟ يوم الخميس اللي هو زي النهاردة إن شاء الله، يبقى زي النهاردة 9 إبريل هيتم إعلان الجدول للمشروعات. هيحدد 5 موضوعات. الوزير قال النهاردة إنه 5 موضوعات هنحددهم والطالب هيختار منهم واحد. يعني هيبقى عندك إيه؟ 5 تختار منهم واحد. طيب هيكون الكلام ده طبعا لو الطالب، لو احنا بنتكلم على استخدام الانترنت او غيره، لو الطالب او المجموعه ما عندهم، كلهم اللي مع بعض، اللي بقوا مع بعض مجموعه فريق العمل ده البحثي، ما عندهمش انترنت، ايه اللي هيعملوا؟ ايه هيعتمدوا؟ وهذا كلام الدكتور طارق شوقي، على الكتاب المدرسي او اي كتب موجوده. شوف مكتبة هنا، يشوف كتب هنا، يقرأ هنا، يطلع هنا، الكلام ده كله. ايه دور المدرس في هذا البحث؟ او المعلم دوره ايه؟ هل ليه اي دور؟ ايوه، دوره هيكون استرشادي فقط. تاني بقول، هل للمعلم اي دور؟ نعم، دوره استرشادي في اعداد المشروعات البحثية، مش كتابة المشروعات البحثية. وما تخليش حد يكتب لك بحث، ما تخليش حد. وأولياء الأمور، دكتور طارق النهاردة طالب من حضراتكم بدل المرة 5 بلاش تضيعوا أولادكم، خلي ولاء ابنك، لأنه الهدف أنه ابنك يتعلم، أنه ابنك يعرف يعمل مشروع بحث، أنه ابنك يعمل مع زمايله، هو ده الهدف من هذا المشروع، وهو قاعد في البيت دلوقتي يعمل الحكاية دي اعتبارا من أنت من 9 إبريل. مين اللي هتولى التقييم؟ وزارة التربية والتعليم. طب هل المدرس أو المعلم الفصل هيصحح؟ لا. تاني بقول، المعلم أو مدرس الفصل هيصحح؟ الإجابة لا، قولا واحدا. يبقى مين اللي هيعمل التقييم؟ وزارة التربية والتعليم، عشان محدش. تاني بقول، وكل التحية للمعلمين والأساتذة والمدرسين، لهم كل التقدير والاحترام. الموضوع النهاردة بقى زي ما قال الدكتور طارق، بنستبدل طريقة التقييم، احنا مش بنلغي امتحان، هو قال كده، مش بنلغي امتحان، احنا بنستبدل فقط طريقة التقييم، وانه ده الفارق ما بين الاختبار التحريري والمشروع البحثي اللي احنا بنعمله ده، المشروع البحثي. قال انه التقييم هيكون ازاي؟ كيف يتم التقييم؟ هيكون قال في حدود، هيكون في 10 عناصر محددة، 10 عناصر محددة. لو حصل المشروع على 5 بيكون علامة صح، يبقى حضرتك عديت، بقيت مقبول. قال مفيش عندنا درجات، دكتور طارق شوقي قال مفيش درجات، يعني مش هتبقى واخد 70 من 100، مش هتبقى موجودة، أو 50 من 50، مش موجودة، مفيش درجات. هو التقييم يا مقبول يا غير مقبول، قال كده وزير التربية والتعليم النهاردة بشرح مبسط، بحاول بقدر الامكان الم لحضراتكم الكلام المهم قوي. هو قال كلام مهم جدا جدا جدا، وطريقه جديده ومهمه جدا، وانا بحيي الدكتور طارق شوقي عليها. قال مفيش درجات، النتيجه يا اما مقبول او غير مقبول. وقال ده بيكون للطلاب، حتى اولادنا اللي موجودين في الخارج. هيكون من امتى؟ اعتبارا من يوم 9 ابريل ويستمر حتى 15 مايو. فخمس يوم 9 هيحددوا الخمس موضوعات، حضراتكم تختاروا واحد من الخمسة وتشتغل عليه قدامك كورس حتى 15 مايو. قبل ما نروح لضيفي الكريم النهاردة، كمان وزارة الداخلية عاملة إجراء كمان في غاية الأهمية، السجون المصرية. ما هيقول لك السجون سايبين الناس، واصل السجون ما حدش بيعقمها، واصل لا، السجون تعقيم السجون من اول الباب للعنابر
للمستشفيات، للسراير، للأماكن الزيارة، ما فيش زيارة طبعا، ممنوع الزيارة موقوفة يعني عشان التجمعات، ما هو ينفعش. من أول حضرتك فرق التعقيم عملت كل الإجراءات الخاصة بالسجون المصرية على مستوى الجمهورية. هدف ده الموضوع إيه؟ الحفاظ على صحة الإنسان، الحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين في قطاع السجون. ما عندك سجناء وعندك عاملين، فأنت لازم تحافظ على كل دول. يعني أنت مش سايب النزيل ده أنه يصابه لا، ده أنا لازم أحافظ عليه، ده هو أمان عندي. فالداخلية كمان عاملة رعاية محترمة جدا. تاني أهو قدامك أهو تعقيم، بقول لحضراتكم جميع سجون مصر حصل فيها عمليات التعقيم ديت، كل المنشآت خاصة بقطاع السجون اتعمل فرق الطب الوقائي في قطاع الخدمات الطبية اللي تابع وزارة الداخلية عامل إجراءات ديت ضمن خطة الوزارة أو خطة الدولة اللي هي عمليات التعقيم لكل المنشآت لاتخاذ تدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا. زي ما بقول لحضراتكم شملت زي ما حضراتكم شايفين كده فرق التعقيم انتشرت في كل أهو لمن طور، أهو لمن طور اللي فيه الإخوان وغير الإخوان موجود بالتعقيم أهو، وعقموا كل حاجة، حتى الباب، حتى الطريق، الشوارع، أماكن الزيارة اللي قدامكم دي، الزيارة بتيجي هنا هو فعقموها، في الزيارات بس برضو بتتعقم، الشبابيك، الإزاز، الأبواب، كل شيء، الطرقات كله انتظار هو، جلسات أيضا، كل حاجة، كل شيء بيتم تعقيم، مستشفى، ملاعب، أماكن خاصة بالتعليم ومحو الأمور، كله بيتعقم. الحفاظ على الناس وحياة وسلامة الناس، دي الرسالة، ده الهدف. أنت كمان بتعمل حاجة بتحافظ بيها على الناس وعلى سلامتهم، وعلى أيضا تقدر يعني نقدر نتكلم عليها بشكل واضح. تعالوا نتابع مع حضراتكم تعقيم السجون المصرية في كل السجون المصرية، نتابع ثم أعود لضيفي الكريم المهندس ديفيد بشارة. وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة بالسجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيا ومعيشيا وتعليميا وتأهيليا، إضافة إلى تفعيل إجراءات الطب الوقائي بالسجون في ظل جهود الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد. من هذا المنطلق وحرصا على سلامة وصحة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، قامت الوزارة بعمليات تعقيم وتطهير لكافة منشآت السجون. فما يجري هنا هو تعقيم وتطهير لهذه المنشآت تقوم بها فرق الطب الوقائي من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار خطة شاملة تنفذها الوزارة تهدف في أحد محاورها إلى تعقيم وتطهير شامل لكافة منشآتها حماية للعاملين بها والمترددين عليها. بداية من بوابات السجون إلى الطرقات الداخلية كان التعقيم وبفاعلية، لتنطلق فرق الطب الوقائي بعدها إلى أماكن الزيارات حيث سبق وتم تعليق الزيارات للسجون ضمن الإجراءات الوقائية التي نفذها قطاع السجون لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين النزلاء. ومع مواصلة العمل تم تعقيم وتطهير المكتبات المختلفة لضمان صحة وسلامة مرتاديها من النزلاء، كما امتد الأمر إلى فصول محو الأمية والفصول الدراسية والمطابخ، وصولا إلى المستشفيات والعيادات التي تم تعقيمها بعناية واحترافية كبيرة حفاظا على سلامة وصحة المترددين عليها لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة لهم في إطار ما يتم توفيره للنزلاء من رعاية صحية ملائمة في تلك المستشفيات ذات التجهيزات التقنية والبشرية الكبيرة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء. عنابر النزلاء أيضا شملتها عمليات التعقيم والتطهير وفقا للإجراءات الوقائية المتبعة
لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا بينهم. كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون المصرية تأتي ضمانا لصحة وسلامة نزلاء السجون مع ما تقدمه الوزارة من رعاية متكاملة لهم على كافة المستويات، والتي تضمن تأهيلهم وإصلاحهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. برجع مع حضراتكم وارحب ضيفي الكريم المهندس ديفيد بشارة، تحياتي لحضرتك. طيب خلينا طيب لانه حق الرد للنائب احمد فرغالي، كان عايز يرد على كلام السيد المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللي اتكلم معانا، كان في مداخله منذ قليل حول احد الساده النواب في بورسعيد قام بارسال العربيه ربع نقل لنقل جثمان احد المتوفين ضحايا فيروس كورونا بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه من شويه، اللي كنا عارضينه على حضراتكم من شويه. النائب طلب حق الرد، المفروض كان معانا على التليفون، ولكن هنحاول نتواصل مره ثانيه، له حق الرد لو عايز يرد ويوضح، ما عندناش اي مشكله على الاطلاق. قبل ما اروح للمهندس ديفيد، لانه في النهارده وزاره التضامن طلعت بيان مهم، التضامن الاجتماعي من الفتره اللي فاتت. طيب رجع لنا سيادة النائب أحمد فرغالي، مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا أستاذ أحمد. إيه الحقيقة؟ إيه اللي حصل؟ هو طبعا الموضوع اللي السيد المحافظ طبعا هو اللي كل معظم الكلام اللي قاله عار تماما من الصحة. أنا الصبح تواصل معي أحد المواطنين إن والده موجود في مستشفى المبرة وهو متوفي من امبارح ومش لاقي حد يغسله ومش عارف لاقي حد يغسله. قعدت أتواصل مع كذا حد إن احنا نحاول نلاقي حد يغسله، مفيش حد. طبعا الدنيا كانت كل الناس خايفة تيجي تغسل الراجل. اتواصلت مع معظم الأجهزة، كلمت مديرة الطب الوقائي الدكتورة مروة، قلت لها احنا دلوقتي في حالة كورونا ومفيش حد يغسلها. قالت لا احنا يعني كدورنا ان احنا مش احنا نغسل، احنا بنباشر الغسيل. قلت لها طب ازاي يعني حتى الان ما فيش فريق عمل، يعني احنا دلوقتي مين اللي هيغسل او مين اللي هيغسل او مين اللي هينقل؟ طبعا احد الدكاتره تطوع وقام بغسل، اللي هو الدكتور ايمن قام بغسل جثه المتوفى. بعدها ابن المتوفى كلمني وقال لي احنا دلوقتي عايزين عربيه لننقل الوالد للمدافن. طبعا انا في الوقت ده انا اتواصلت مع الطب الوقائي اللي اتواصلت معاه واديتهم رقم مسؤول الطب الوقائي وخلتهم راحوا المدافن وتواصلوا مع الناس واديتهم الرقم عشان تلبس البدل الصفراء للناس اللي كانت بس لابسه البدل الصفراء دي هناك، واديته التعليمات اللي هي تعليمات الطب الوقائي بناء على كلام الطب الوقائي. كلمت الدكتوره سوسن حبيش مديره التضامن الاجتماعي، قلت لها احنا عايزين عربيه عشان دفن الموتى. وقالت لي العربيه مش عايزين يدوا اهل المتوفى عربيه. قالت لي هرد عليه خمس دقايق، وردت عليا قالت لي ان في معاها ورقه من وزاره الصحه قرار ان عربيات التضامن الاجتماعي ما تنقلش موتى كورونا. فقلت لها طيب حاضر ابعتي لي صوره الطلب، بعتت لي على الواتس. رحت مكلم مدير اداره الاسعاف في بورسعيد الدكتور حسين كساب، يا دكتور حسين احنا دلوقتي عايزين عربيه عشان في حاله متوفى كورونا وعايزين له اسعاف. قال لي لا انا برضه عندي جواب من الصحه ان ما ينفع ان من وزاره الصحه ما ينفعش الاسعاف ينقل حالات كورونا. قلت له طبعا دلوقتي هننقل الحاله ازاي لما حضرتك بتقول مش هتنقل والتضامن بيقول مش هننقل؟ رجعت للدكتور عادل تعالى مدير السجون الصحيه، وكلمت في نفس الوقت الدكتور حسام البساطي مدير اداره الاتصال السياسي بمكتب الوزيره. قلت له يا دكتور حسام احنا عندنا 1 2 3 4. قال لي ارجع لمدير السجون الصحيه بورسعيد قول له ان ده قرار وممكن يعني يطلع قرار لدفن الموتى في بورسعيد اللي هي التضامن، ان العربيه تروح، ان هي العربيه تروح. تواصلت مع احد الاجهزه قلت له الموضوع ما ينفعش في 1 2 3 4. كلم الدكتوره سوسن، الدكتوره سوسن كلمتني قالت له العربيه دلوقتي مستعده ان هي تاخد المتوفى. كلمت الدكتور ايمن، هو الدكتور يعني جزاه كل خير كان ماشي في الموضوع من المستشفى اللي هو ماسك تقريبا نائب مدير المستشفى. كلمت ابن المتوفى قلت له هيطلع العربيه من التضامن من دفن الموتى. طبعا دفن الموتى قدام مستشفى المبرة على طول. قلت للدكتور ايمن روح، راح هناك قال لي الناس مش عايزه تطلع معايا،
ورافضين يطلعوا، السواء بيقول انا مش هعرض حياتي للخطر، لازم تجيبوا لي اجهزه اللي حاجات وقايه. انا كلمت الطب الوقائي قالت لي انا مجهزه له كل حاجه هناك، كلمت الدكتور ايمن قلت له، قال لي انا هسلمه بدل، والعربيه هتتعقم في المدافن بعد خروج الجثمان. كلمت الدكتور ايمن تاني قال لي الناس مش راضيه تطلع، كلمت الدكتوره سوسن قلت لها دكتوره الناس مش راضيه تطلع، والدكتور ايمن واقف هناك، قالت لي انا هكلمهم، رحت هيطلع، رحت مكلم الدكتور ايمن قال لي الناس زعقت معايا وانا ساعة الخير انا مش قادر اعمل حاجه، انا هرجع المستشفى تاني. خلال المداولات اللي بيني وبين التليفونات ديت، طبعا الميت ميت من امبارح، كانش حد بيغسله، مفيش حد عايز عربيه تنقله، كانت الساعه وصلت 2:30 وهو ميت تقريبا من الساعه 11 بالليل امبارح، مفيش حاجه. انا اتواصلت معاهم وقلت لهم طب ازاي فين فريق العمل اللي موجود هنا؟ انا دلوقتي احنا دلوقتي افرض احنا في حارس جلل، افرض بكره عندي اربع خمس حالات كورونا حاصلين في بورسعيد في وقت واحد، مين اللي هينقل الناس؟ انا كده ما عنديش فريق عمل خالص، فينا تضارب بين، انا مش عارف المسؤول مديريه الشؤون الصحيه ولا هيئه التامين الصحي. الحدث الاكبر يا استاذ احمد اللي هقول لحضرتك عليه النهارده، السيد رئيس مجلس الوزراء خرج قال بالارقام عدد الوفيات، وهو يعني عدد الوفيات في جميع المحافظات وعدد المصابين، ازاي محافظ بورسعيد هو محافظ الاقليم مش عارف ان عنده حاله كورونا ميته امبارح في المستشفى ومش متابع ولا تابع خروجها ولا تابع اي حاجه، حتى لو المستشفى خرجت، هو العربيه دي اول حاجه اللي جابها اهل المتوفى بعد ما طبعا حضرتك مين اللي جاب العربيه؟ ان هو الكلام دلوقتي حضرتك اللي جبت مش العربيه، اهل المتوفى اللي جابوها، واهل المتوفى اللي جابوها عشان بقى لهم 24 ساعه خطبوا جميع الجهات، وانا خطبت ما حدش عايز يبعت عربيه اسعاف او نقل الموتى، وكل الكلام ده معايا، مراسلات الوصف موجوده معايا، ويشهد على الكلام ده الدكتور ايمن اللي هو كان موجود، اللي قال لي انا قاعد متطوع قاعد وقت المستشفى بتاعي خلص وانا موجود، والدكتوره سوسن حبيش موجوده، والدكتور حسين كساب مدير الاسعاف موجود، والدكتور عادل تعالى مدير التامين الصحي بورسعيد موجود. انا بقول يعني ازاي محافظ عارف ان عنده حاله كورونا ميته وما عرفش اي حاجه، والمحافظ طلع قال الكلام كله مش مظبوط، حتى الحاله بتاع بورفؤاد اللي اتكلم عليها كل الكلام مش مظبوط. لا يعني حضرتك دلوقتي يا سياده النائب عشان ما ندخلش في مين ونلقي هنا او هنا او هنا، انه حضرتك مالكش علاقه بالعربيه اللي نقلت المتوفي. لا ماليش، واول حاجه المنظر اللي خرج ما يرضيش حد طبعا خالص، ما بالظبط ما يرضيش حد طبعا خالص، وكله بيتنصل من الموضوع، لكن الموضوع ان هو ما فيش حد رضا جميع الجهات، وانا معايا كل الحاجات دي موثقه، ما حدش رضا يبعت عربيه. طبعا الاجراءات، انا يعني انا دلوقتي ازاي عربيه تخرج زي كده، عربيه زي دي كورونا، انا قلت حتى قلت للاسعاف الله يرحمه الدكتور احمد اللواح جيب عربيه اسعاف، وكان وراه قدامها عربيه شرطه، ما فيش حد يعرف اي حاجه، المحافظ اصلا ما يعرفش عن الحاله دي. ازاي العربيه زي ما حضرتك بتقول خرجت كده بالطريق ده؟ ما فيش حد، ما فيش حد اصلا، هو المحافظ اصلا ما يعرفش يا استاذ احمد ان في حاله كورونا ولا في حاله وفاه، بدليل ان هو اصلا ما تابعش، ده هو ما تابعش غير لما الفيديو طلع بس، ما عرفش ان في حاله كورونا اتوفت غير لما الفيديو طلع. انا بقول لحضرتك الكلام ده، وشاهد عليا مدير المستشفى ومدير التامين الصحي ومدير الشؤون الاجتماعيه وابن المتوفى، لو عايز اجيب لحضرتك الرقم اسيبه في الكنترول ويتوفى. قول لي يا سياده النائب، هو ازاي تم السماح بخروج جثمان متوفي بهذه الطريقه من داخل المستشفى اصلا؟ انا اصلا انا كل ازاي انا بسال السؤال ازاي ان اصلا ما فيش حد هنا، الموضوع هنا الموضوع كده ماشي هنا سلطه، ما فيش اي حد يدير اي حاجه، ده يعني الموضوع بتاع بورفؤاد لو احكي لحضرتك كارثه حصل كارثة. هنا بس المحافظه بتطلع بيانات بس، اهم حاجه تطلع قمنا بتطهير وقمنا، وعلى الارض ما فيش اي حاجه من اللي بتقوله دوت. لا يعني انا دلوقتي أنا بتكلم في واقعة لان احنا بنتكلم على يعني فيروس، بنتكلم على حالة وفاة بيتعمل لها إجراءات معينة، طريقة نقل معينة، طريقة دفن معينة، مين يتعامل، مين اللي يتعامل مع الجثمان المتوفي، مين اللي يتعامل، مين اللي غسل، يعني الإجراءات اللي اتعملت هل إجراءات صحيحة ولا لا؟ هو ده الموضوع. لا الاجراءات الاجراءات اللي عملها اهل المتوفى مفيش قدامهم حاجه، لكن الاجراءات طبعا اللي حصل في لخروج الجثه ده اجراءات طبعا صعب جدا تحصل. انا كلمت الطب الوقائي بتقول لها، قلت له العربيه ديت ممكن، قالت لي اه طبعا ممكن يصيب اي حد، لكن انا بقول لحضرتك اللي حصل ده نموذج مصغر لاداره الازمه في بورسعيد، يعني ديت حاله كده طلعت بس، لو الموضوع ما كانش اتطور فيديو ما كانش حد اخد باله، لكن اللي حصل برضه في الواقعه بتاعت مريض بورفؤاد اكتر من كده، حصل اكتر من كده فيها ان الناس اتسلمت الجثه وراحت دفنت الجثه وما تعرفش اصلا، ان ما قالولهمش ان في كورونا، قالوا بعد ما حتى الراجل بعد ما دفنوا الجثه الكيس اترمت
وانا بعد كل شكاوى كده، بس طبعا انا حالتي البلد انا ما بصدرش المشاكل اعلاميا وما رضيتش اكتب كل حاجه، لكن انا وصلت للجهاز كل حاجه مكتوبه عشان كل حاجه يتحقق. اهل المريض انا توصلت معاهم اللي من بورفؤاد، اخذوا البوست عادي من المستشفى والكيسه السودا دي اترمت ودفنوه عادي واخذوا العزاء عادي. انا اللي بلغتهم، انا اللي بلغت الطب الوقائي، وانا اللي متابع وشاهد على كلام الدكتوره جهاد في الطب الوقائي والدكتوره مروه مديره الطب الوقائي. انا النهارده كنت في مستشفى الحميات الساعه 7:30. والله يا سيادة النائب بتقول لي موقف لا اتمنى اني كنت، يعني مش عايز اقول لحضرتك انه يعني طريقه في هذا الاجراء هكذا ازاي. لا 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 لا، انا بتكلم بشكل عام، يعني انه اجراء زي كده يعني بيبقى فيه برضه لازم اجراءات تتبع في منظمه الصحه العالميه عامله اجراءات لما حد يعني ربنا يرحم الجميع يتوفى بيتعامل معاه الاجراءات ازاي. يا فندم المحافظ ما كانش يعرف غير لما الفيديو تفتح، هو المسؤول الاول عن المحافظه. سياده النائب بشكرك شكرا جزيلا. النائب احمد فرغالي نائب بورسعيد، كان سياده المحافظ معانا من شويه لوعد الغضبان، قال انه سياده النائب هو ما قالش الاسم بصراحه، قال احد نواب بورسعيد هو اللي جاب العربيه اللي نقلت بهذه الطريقه، الطريقه اللي هي ما حدش يقبلها على الاطلاق. سياده النائب طلب حق الرد، رد زي ما حضراتكم شايفين موضوع فيه كلام كتير جدا جدا، موضوع محتاج شغل عليه جامد، لانه زي ما بقول لحضراتكم لانه اللي بيتوفى وهو مصاب كورونا ليه اجراءات، مين بيتعامل معاه، نقله ازاي، اللي حواليه، الطريق بتاع كل حاجات ليها اجراءات، مش اي حد وخلاص، هل ده اتعامل ولا لا، هو ده اللي محتاجين لازم يتم طرح هذا الامر ومناقشه هذا الامر ويكون في بيان واضح واضح. تاني بقول وزاره الصحه، وزاره التضامن، الجهات المعنيه اللي النائب ذكرها تقول ايه اللي حصل بالظبط، ليه عمليه الرفض، او النائب اللي قال على مسؤوليته كنائب عن الشعب هو اللي قال هذا الكلام انه ما حدش بعت عربيه الاسعاف، ما لقوش اي عربيه اسعاف، دور المستشفى ازاي سمحوا بخروج جثمان المتوفى بهذه الطريقه، كل ده لابد تاني بقول من اجراءات، مش اجراءات بس، اجراءات وتحقيق عشان حتى هذا الامر لا يتكرر في اي مكان، في اي مكان. حرمة الموتى يعني كل واحد له حرمة لازم نحافظ عليها ايا كان، ما ينفعش نحن سايبين ناس كده عربية وناء، لا لا امر مرفوض تماما. معلش انا اسف برجع لحضرتك مرة تانية، ولكن لانه موضوع مهم، وبعد شوية بقول لكم وزارة التضامن النهاردة عملت بيان لانه كان فيه شكاوى خلال الايام اللي فاتت، هنشوف بعد شوية ايه الحكاية. التكنولوجيا والاوبئة وازاي نبدأ من الصين، عملت ايه اللي عايز حضرتك تتمنى ان نعمله هنا في مصر؟ الصين طبعا ده كان اكبر مثال حصل مع بداية التفشي، القرارات اللي خدوها من على مستوى الرئاسة عندهم او الجهات السيادية ازاي يحد عملية التفشي. طبعا الصحة دورها بيجي لما بيحصل اصابة، وده دور مهم جدا. الاجراءات اللي بتاخدها الحكومه في الحجر في العزل ده، دي ادوار مهمه جدا جدا جدا. تمام، طبعا مصر كان ليها يعني وضع واضح وصريح من البدايه في الموضوع ده، لكن الصين سبقت العالم في حته مهمه قوي، وبتهيالي ان احنا في مصر عندنا امكانيات فعلا نقدر ننفذ الكلام ده. الصين خدت دمجت شركات اللي بتعمل في مجال البيج داتا، مجال الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، جميع الشركات الصينية اللي بتقدر تنتج روبوتات أو بتشتغل في مجال الروبوتات، ويوجهوها لمحاربة الفيروس عشان يحد من الانتشار. وفعلا اللي حصل إن هو ابتدى عمل ربط لجميع قواعد البيانات اللي موجودة في دولة الصين على كل الشعب، جمع داتا بقدر رهيب من الكاميرات في الشوارع، من ان هو صاير روبوتس في الشوارع عماله تعمل مسح حراري للاشخاص بطريقه عشوائيه. لو معنا الحاجات دي ممكن نشوفها على الشاشه بعد اذنك. بطريقه عشوائيه بس مش عشوائيه، يعني هو بيشيل الروبوت. وعايزها قدامي بعد اذنك، قدامي كمان. اتفضل. الروبوت بيمسح مسح حراري، الكاميرات المسح الحراري بتتعرف على الوشوش، بتربطها بقواعد البيانات بتاعه الاشخاص على قواعد بيانات الدوله، واحنا بنتكلم في دوله حجمها مليار وشويه، مليار ونص تقريبا، في حجم مهول. طب ليه عمل كل الكلام ده؟ عشان لا، في فيديو تاني غير ده، في فيديو تاني للصين، في فيديوهات تانيه، في فيديو تاني بتاع الصين تحديدا بيتكلم عليه باشمهندس ديفيد، ده اللي انا عايزه. لا مش ده، في فيديو تاني لو سمحت.
اتفضل يا فندم. جمع الداتا دي كلها كان لاسباب واضحه، انه اول حاجه يسيطر على المناطق تفشي الوباء، ومش بس مناطق، ده كمان شوارع او عمارات او مباني بعينها. تمام؟ ويبتدي يحد الحركه او دخول الناس الغير مصابه في الاماكن دي. في نفس الوقت ابتدى يصنف الشعب اللي موجودين في منطقه الوباء اللي هي كانت وهان، انه يصنفهم على ثلاث مستويات. مستوى اللي هو ما فيهوش اصابه. ويعني ايه ما فيهوش اصابه؟ يعني ما عداش بمكان حصل فيه اصابه قبل كده، ما احتكش مع حد عنده احتماليه اصابه او مصاب فعليا. تمام؟ فبالتالي هو في الجرين لاين، او الراجل ده غير مصاب. انه التصنيف الثاني هو التصنيف الاصفر. اللي هو التكنولوجيا اهو. اتفضل. اللي هو التصنيف الاصفر ده اللي هو حضرتك، هو احنا مش متاكدين ان عندك اصابه ولا لا، بس في احتماليه. الاحتماليه جت منين؟ ان انت تعاملت مع حد، او عديت بمكان فيه انتشار للفيروس، او تعاملت بحد مع حد مصاب. كويس. طيب وبعد كده التالت اللي هو فعليا خلاص تاكد اصابته، وابتدى يقسم الناس ويحجرهم او يعمل لهم حجر صحي على مستويين. الاصفر حجر صحي منزلي اجباري، يعني ما تخرجش من بيتك عشان انت عندك احتماليه، فلحد ما تعدي المده الزمنيه المعينه اللي هي 14 يوم. فبتتحول يا اما من الاصفر للاخضر، يا اما من الاصفر للاحمر. طب لو انت احمر، فابتدي اوزعك يا اما على مستشفى، وانهي مستشفى قادره انها تستوعبك النهارده، وايه مدى قوه حالتك؟ هل انت محتاج رعايه مركزه؟ فعندي تصنيف عشان ما يحصلش تكدس على الرعايات المركزه وعلى الاسره في المستشفيات، فالموضوع يتحول لمنظور تاني خالص. لما صنف بالطريقه دي، ابتدى يمنع بنسبه كبيره جدا الانتشار ما بين الناس وبعض. طيب ده جزء. الجزء التاني وكان الاهم برضو للصين، ان ازاي يحافظ على الاطقم الطبيه عنده في المستشفيات. فزي ما حضرتك عرضت في الفيديو الاولاني، وده كان الدور المهم جدا للروبوتس، انه يقلل احتكاك الاطقم الطبيه مع المرضى بطريقه مباشره. طبعا هو ما يقدرش يمنع، عشان في وقت لازم الدكتور يتعامل مع المريض دايركت، او الممرض، او التمريض وهكذا. لكن لما بقلل الاحتكاك، بقلل بالتالي من نسبه اصابه اهم حد موجود النهارده في العالم، طبيب هو والتمريض. التمريض والطبيه بالظبط. طب عمل ده ازاي؟ عمله على كذا مستوى. اول حاجه تعقيم المستشفيات كان بيتم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بطريقة أوتوماتيكية باستخدام روبوتس اسمها بتطلع أشعة فوق البنفسجية، اسمها تايب سي، ألترا فايلوت ريز تايب سي. الروبوتس دي بتشتغل بطريقة أوتوماتيكية في المباني. طول ما هي ماشية هي عمالة تعقم. استخدم روبوتات، نشوف الحاجات اللي بيتكلم عليها الباشمهندس لو موجودة عندنا. استخدم روبوتات توصيل الأدوية. ده تعقيم داخلي برضو وخارجي. تعقيم داخلي وخارجي بالظبط. ابتدى طبعا المستشفيات ما يقدرش يرش فيها كده. فاستخدم الاشعه فوق البنفسجيه. ابتدى يوصل الادويه للمرضى اللي حالتهم مستقره عن طريق روبوتس. ابتدى يعمل حتى الادويه، وحتى الاكل والشرب. ما بقاش في احتكاك والادويه نفس الموضوع. كويس. يمكن في فيديوهات برضو مع الكنترول فيها التفاصيل دي كلها. كويس. كمان اللي كان مهم، ازاي الدكتور يتابع حاله المريض من غير ما يقعد معاه. عمل حاجه اسمها روبوت التواصل عن بعد. روبوت التواصل عن بعد هو زي فكره الاوديو فيديو كونفرنس، نشوفه لو موجود برضو معانا. اللي هو الاجتماعات اونلاين النهارده اللي بنقدر نعملها. بس روبوت متحرك، الدكتور بيقدر يحركه بجويستيك زي البلاي ستيشن. يدخله عند المريض، يشوف المريض بالكامل، والمريض يشوف الدكتور، ويبتدوا يتكلموا ويتابع حالته. تمام. الروبوت اللي موجود معانا في الصوره ده واحد منه. نوع منه. ده بيقيس الحراره، بيقيس الضغط بنفس الطريقه الفيري سيمبل، عشان هو ما عندوش في الوقت ده كان قدره يدرب دكاتره ان هم يبقوا مهندسين. فعمل حاجه بسيطه جدا بتشتغل زي بلاي ستيشن. اكني بسوق عربيه بالريموت كنترول بتاعت لعبه اطفال. وده اللي خلاه قدر يحافظ بنسبه كبيره على الاطقم الطبيه. ابتدى يستخدم الطيارات في الشوارع، الطيارات درونز اللي هي النهارده بتستخدمها بالمناسبه الكويت بكثره. تمام. عشان يعمل حاجتين، عشان يبتدي يتعامل مع التجمعات ويفرقها، وعشان يقرا بالمسح الحراري درجه حراره الناس اللي ماشيه في الشوارع. ونفس الكلام يسجل وشوشهم وبياناتهم على قواعد البيانات. تمام. عشان يحد الانتشار.
ابتدى يستخدم كمان ال بوابات القرايه او المسح الحراري على كل المباني. حضرتك وانت داخل النهارده احنا بنستخدم الجهاز لكن الجهاز مش دقيق، لكن البوابات، في بوابات النهارده موجوده بتشوف الجامعه وهي داخل عليها بتصنفهم، ويمكن في فيديو برضو بيشرح، بتقيس لكل واحد درجه حرارته وبتصور وشه. يا اما بتشتغل على داخلي على مستوى المبنى، فهو لو دخل لك تاني بتابديت الداتا بتاعته كل يوم، تمام، او بتترفع على قواعد بيانات الدوله برضو. كويس، تمام. فدي التولز اللي هو استدى يستخدمها عشان يحد ويصنف ويقسم ويمنع الناس تختلط بطرق وتنشر الفيروس بطريقه رهيبه. ازاي اقدر اعمل ده؟ اد الدرونز اللي حضرتك بتتكلم عليها بالظبط. نعم، ازاي اقدر اعمل ده هنا لو انا هطبق تجربه الصين واحنا بنعمل اجراءات دلوقتي؟ طيب خلينا نقسمها مع بعض نقطه نقطه. اتفضل. بالنسبه للتولز او الديفايسز او الروبوتس او الطيارات او الحاجات دي، احنا شركه من الشركات اللي بنشتغل في ده في مصر بقالنا فتره كبيره، وبالفعل مطلعين شغل، وعندنا استعداد النهارده فعلا ان احنا ندعم جميع المصانع اللي تتبع ال زي مثلا الانتاج الحربي او ايا كان المصنع، نطلع لهم رسومات ويبتدوا ينتجوا، عشان احنا طبعا كشركه ما عندناش قدره نغذي مصر. الموضوع اكبر مننا احنا حد واحد، وده احنا بادرنا بيه، مستعدين نعمل ده. النقطه الثانيه، ايا كان ايه التول، روبوت تواصل عن بعد، روبوت تعقيم، روبوت اشعه فوق البنفسجيه، احنا النهارده عندنا خبره في المواضيع دي كلها ونقدر نساعد ونشتغل لحد ما نطلع ونغذي مصر. الجزء الثاني، مصر ابتدت فعليا بتوجيهات سياده الرئيس، ودي فعلا حاجه كبيره جدا حصلت من فتره، انه حصل حاجه اسمها الحوكمه الالكترونيه. احنا النهارده كل البلد تحولت لقواعد بيانات، جميع الوزارات عندها النهارده قواعد بيانات للشعب في الحته اللي تخص المواطن للوزاره. فاللي مطلوب النهارده، وده عندنا فيه قدره عشان في شركات عملاقه وشركات مالتي ناشونال في مصر بتعمل ده اوريدي، نقدر نربط كل قواعد البيانات دي عن طريق قاعده واحده بيحصل فيها تحليل لكل البيانات، وندخل كل القرايات على القاعده دي، وباستخدام الذكاء الاصطناعي والبيج داتا والديب ليرنينج نقدر نطلع تحليلات تطلع قرارات مظبوطه، تقلل تكاليف، تقلل خسائر، تعمل توزيع للمصادر بتاعتنا والموارد بتاعتنا بطريقه مظبوطه. تمام؟ وكمان نقدر نحد تواجد، يعني النهارده في كرة ابتدت تتعزل، تمام؟ لكن في اماكن تانية المواطن المصري بطبعه مش كل واحد هيسخن هيقول انا سخنت، ففي اكيد ناس احنا ما نعرفهاش طبعًا. هي في قاعده في البيت موبايل ابلكيشنز، موضوع العزل والحجر الصحي زي ما حصل مثلا في موضوع الطياره اللي جت من يومين. موضوع الموبايل ابلكيشنز، كل مواطن النهارده طبعا احنا مش 100% من الشعب عنده سمارت فون، بس على الاقل في 40-50%. لو انا طلعت النهارده موبايل ابلكيشن بيراقب حالتي الصحيه اليوميه، وده بيصب عنده القاعده البيانات المركزيه اللي انا بحكي عليها، اللي هي تجمع كل قواعد البيانات، اقدر اعمل تتبع للحاله الصحيه بتاعت كل واحد. اقدر استخدم قواعد بيانات الحالات الصحيه الفعليه متسجله في وزاره الصحه زي اللي اتعملت ايام الفيروس سي، تمام. اقدر استخدم الناس اللي بتسافرها علاج شهري، اللي هي النهارده اكتر ناس محتمله انه يحصل لها اصابه بطريقه اسرع. فالكلام ده كله لو اتجمع، واحنا عندنا في مصر القدره نقدر نعمل ده، بس ده عشان يحصل لازم غرفه مركزيه فيها كل الجهات دي بيتعاونوا مع بعض، بيقعدوا مع بعض، بياخدوا القرارات مع بعض مع الشركات القادره على تطبيق المنظومه دي، تمام. الحاجه الثانيه، ده كمان هيساعدنا لما الدواء يبتدي يطلع في العالم، نبقى عارفين مين اللي فعلا النهارده حالته خطر لازم يبتدي يتعالج اسرع، هو اللي ليه الاولويه وهكذا، زي ما قلت في فيروس سيكا بالظبط. تمام. النقطه الثانيه، ان انا لما اطبق المنظومه دي النهارده وانا لسه محدود في الحالات اللي موجوده في مصر، اكيد تكلفته هتبقى اقل بكتير جدا لو الموضوع زي امريكا او زي اوروبا ايطاليا وغيرها او زي ايطاليا، فاكيد التكلفه هتبقى اقل، هقدر اسيطر بسرعه، هيعود عليا ان انا اقدر افتح حدودي اسرع من اي دوله تانية لما اقدر اسيطر. فليها عوائد كتير جدا. احنا كنا عملنا سوات اناليسز او تحليل للمنظومه دي، ويعني كان نفسنا نعرضها باستفاضه بتفاصيلها على الجهات المختصه، عشان يعني احنا كشركه لا نمثل 5% من المنظومه، لكن احنا بنبص النهارده احنا كلنا بلد واحده. اللي انت عملتوه رصدكم ايه خلال الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا؟
رصدتوا ايه؟ التحليل اللي انتوا عملتوه؟ وصلتوا حضرتك بتقول احنا عندنا عندنا تحليل لنقاط الضعف والقوه. ممكن ادي حضرتك يعني نبذه سريعه كده عنه، مثال يعني اهم تمام. الحاجات اللي يعني مثلا نقاط القوه اللي عندنا النهارده ان الوضع لسه تحت السيطره، ان مصر اتخذت فعلا اجراءات سريعه جدا استباقيه وفعلا قادره لحد النهارده تسيطر. فانا بنفذ وانا مسيطر غير وانا مش مسيطر. عندنا امكانيات تكنولوجيه كبيره جدا في مصر، شركات مالتي ناشونال بتعمل في المجالات دي، جامعاتنا فيها مهندسين فعلا اقوياء بتعمل في المجالات دي. ان لما بدخل التكنولوجي فبعلي سرعه ان انا اقدر اسيطر بطريقه اسرع من الطريقه الطبيعيه او لحد دلوقتي التعامل البشري، كل التعامل البشري تمام. الحاجة التانية ان انا لما بشتغل التكنولوجيا حاجة مثلا زي تعقيم المستشفيات، لما بعقم بايدي وخرجت لو دخل مصاب تاني فالمكان برضو اتملى تاني وباء. طب لما بشتغل بالروبوتس انا عندي تعقيم ذاتي اوتوماتيكي بيحصل 24 ساعة، فالاحتمالية قلت كتير جدا، مش هنقول انعدمت بس قلت يمكن ل 80%. تمام. برضو ان انا احجم الفيروس او احجم الانتشار في المباني بصفة عامة باستخدام الرش او التبخير، كل دي حاجات بتسرع بتخلي الموضوع التفشي يقل بنسبة تقل. يعني ده دي نقاط قوة موجودة. الأقل إيه أو النقاط الضعف؟ نقاط الضعف اللي موجودة حاليا إحنا كشركة ما عندناش قدرة ننتج بكمية ضخمة، لكن من الناحية التانية إحنا عندنا مصانع قوية جدا نقدر نديها رسومات وتبتدي هي اللي تنتج. تمام. فالتعاون النهاردة مطلوب إن كلنا رسومات للأجهزة للروبوتس والأجهزة. بالظبط. نعم. إحنا نقدر كشركة النهاردة ندرب بالمهندسين اللي عندنا، نتبرع بتدريب الدكاترة على استخدام التكنولوجيا دي جوه المستشفيات. تعملوها للبلد يعني من طبعا للبلد. احنا يعني احنا في البلد واحنا مصابين زينا زي البلد، فاحنا كل الناس النهاردة فعلا بتفكر ازاي نتضافر مع بعض ونشتغل يعني في دي مبادرة من حضرتك ان انا مستعدين كشركة ندرب الاطباء يا فندم ده طبعا على التكنولوجيا دي. بالظبط. ده يعني ده اقل حاجة ممكن نقدمها يعني. برضو احنا عندنا ميزة عن الصين، الصين مليار و400، احنا يا دوب 100 مليون. فدي ميزة كبيرة جدا. التحديات المطلوبة انه يتعامل منظومة كاملة في غرفة عمليات مركزية عندها قدرة انها تاخد القرارات دي وبسرعة، والتنفيذ لازم يبقى بسرعة. عشان البلان اللي احنا طلعناها او الخطة احنا شايفين ان وزن اسبوعين لو فعلا فعلنا هيطلع نتائج سريعة. أسبوعين حضرتك، الصين نفذت في شهر. احنا كمصر على الوضع الحالي بتاعنا بدايتنا من أسبوعين نقدر نطلع نتائج. الخطة تكتمل الأركان، كل أسبوع بعد الأسبوعين بتزيد حتة تكتمل بالكامل وزن شهرين. فاحنا بنتكلم مع الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة اللي فعلا إجراءات قوية جدا. لا احنا فيها نقدر الجانب التكنولوجي. بالظبط. هنقدر نسيطر بسرعة جدا، نسيطر أكتر. بالظبط. تمام. طيب الشارع، انا يهمني الشارع لانه هي دي مشكلتنا، مشاكل كبيره بتاعت التجمعات والناس والخروج. الصين نازلين الروبوت كان بيكشف الناس وهم ماشيين ويحدد. بالظبط. اقدر اعمل ده؟ طبعا، مع العلم ان حضرتك احنا مصر فيها روبوتات فعليا موجوده في الجهات الحكوميه. نقدر كمان نجهزها، احنا مش لازم نبتدي نصنع من البدايه يعني. نقدر ناخد اللي موجود تجهزها بالمعلومات اللي عندك. لا، ازود عليها مهمه يعني. ايه هو مثلا الروبوت ده كان عليه مقبض بيمسك حاجه معينه، بس لا انا عايز اربطه بالاشخاص. ما هو ده برضو عن طريق قواعد البيانات، هو بيحدد الصين الشخص طبعا باسمه بصورته. هو مجرد انه شاف صورته، ايوه، عمل حاجه اسمها فيسيال ريكوجنيشن او تحديد ملامح الوجه، اتبعتت اوريدي. لو احنا ربطنا قواعد البيانات اتبعت على قاعده البيانات المركزيه اللي فيها حضرتك عندك حاجة. الرقم القومي، صورتك، عنوانك، رقم موبايلك، رقم بيتك. اتعمل مقارنه، وده اللي اسمه الارتفيشال انتليجنس والبيج داتا. الكلام انا بكلم حضرتك على حاجه بتتعمل في ملي سكند، جزء من الثانيه. اتحدد في اللحظه ده مين وفين، واقف فين دلوقتي، درجه حرارته كذا. فدي هي دي التكنولوجيا، مين واقف فين، درجه حرارته كذا. بالظبط. واقدر كمان اعمل له تراكنج. طب انا المعلومات دي عندي فين، انا فين؟ كل وزاره عندها المعلومات من منظورها من جهتها. المطلوب ان احنا النهارده نربط قواعد البيانات دي ببعض. ودي حاجه النهارده وزاره الاتصالات تقدر تعملها وبسرعه، مش صعبه.
تمام. لا سيادة الرئيس اتكلم على الحكاية دي من فترة اعتقد من سنة، وقال لك ان احنا دلوقتي معلومات مصر كلها موجودة بالزبط. متخزنة بالزبط. كذا فواضح انه عندنا احنا البيك داتا اللي حضرتك بتتكلم عندنا البيج داتا عندنا جميع قواعد البيانات. انا ما عنديش معلومة شخصيا اذا كنا لا الرئيس رابطين قالها بشكل او واضح. مش رابطين لكن لو احنا رابطين لا ده الموضوع يبقى اسرع اكتر يبقى لو احنا مش رابطين بنتكلم وزين اسبوعين ثلاثة نقدر نربط كل الموضوع المنظومة دي وشغل ريبوت وشغل اجهزه في كل حاجه ده حضرتك حتى كاميرات الشوارع اللي راكبه على اشارات المرور دي ممكن تعمل فيس ريكوجنيشن تمام حضرتك الكاميرات اللي جوه المباني لو اتاخد عليها اكسس تقدر تعمل نفس الكلام البوابات الصين اعتمدوا على 300 مليون كاميرا بالزبط. الصين اعتمدوا في الشغل عملوا 300 مليون كاميرا خدوا كل كاميرات موجوده في شوارعهم بالظبط فاحنا النهارده لو دخلنا لو في اكسس لقواعد البيانات دي تستفيد من كل الكاميرات اللي موجوده كل الكاميرات اللي موجوده ده هيسرع اكتر كاميرات دخول وخروج من المحافظات الكاميرات اللي موجوده على بوابات المحافظات بوابات الكارتة الكاميرات اللي موجوده في المباني الحكوميه والغير حكوميه في البنوك دي اكتر اماكن النهارده بيحصل عليها اكسس حضرتك وانت بتقبض المعاشات كم مليون واحد بيروح يقبض تمام انت تقدر تتشك بوابات حوالي 6 7 مليون ده بند بوابات مسح حراري مع الكاميرات انت عملت حصر 6 7 مليون في يومين ثلاثه اللي هو وقت قبض المعاشات تمام بدا امبارح ولسه وهو رايح يستلم الدواء الشهري من التامين الصحي شوف دول كام مليون حضرتك اللي بيخشوا كل يوم البنوك شوف دول كام مليون فحضرتك تقدر تسيطر على الموضوع ده كله في فتره زمنيه قليله جدا واحنا عندنا البنية التحتية للموضوع ده فالموضوع مش صعب بس هو محتاج يتبصله من نظرة مختلفة ويدار بطريقة مختلفة خالص لكن لحد دلوقتي الحمد لله احنا يعني عندنا سيطرة لحد دلوقتي طبعا ولكن محتاجين اكتر ومحتاجين او سرعة 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 توصل للناس وكل ما ابتدي وانا مسيطر ممكن الناس ماشية في الشارع مصابة ما حدش يعرفها بالظبط وهو نفسه ما يعرفش هو ما يعرفش هو ممكن يبقى درجة حرارته عالية شوية وحاسس ان هو شوية برد او مش مركز او مهمل كل ده وارد تمام كل ما هسرع وانا لسه قادر اسيطر كل ما نجاح الموضوع هيبقى اعلى بكتير قوي زي ما حصل في الصين نسبة الصين 80,000 اللي اتصابوا قدام المليار وشوية تمام فنسبة مئوية ما تقريبا هم نفس النسبة بتوع ال 800 واحد اللي عندنا في مصر او ال 700 واحد قدام ال 100 مليون فهي في الاخر نسب وتحاليل ليه الصين اتحاصر المكان في حتة واحدة ما انتقلش بس انتقل بعد كده العالم ما انتقلش داخل الصين ما هو اللي انا تحليلي الشخصي تحليل هو لما حصر في ووهان بشوارعها ومبانيها تمام اللي كان بيخرج منه بس هو اللي كان بياخد الاكسكيوز او ال 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 ان هو يخرج من ووهان خالص مثلا يسافر بره او يخرج من ووهان يروح محافظه تاني فهو هو سيطر على المحافظه نفسها انا افتكر ووهان فيها 40 مليون او حاجه كده المقاطعه هوبي فيها 90 مليون 90 مليون واعتقد ووهان فيها حاجه و20 مليون يعني احنا بنتكلم ان هوبي قد مصر في العدد السكاني نعم. فهو سيطر من حيث الـ 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 النطاق الجغرافي لكن اللي خرج هو اللي ممكن يكون فيها 60 مليون بالظبط 60 مليون. مليون فاللي خرج هو اللي ممكن يكون كان حامل الوباء وهو ما يعرفش او ما كانش لسه في اعراض بانت او فاي حد اتحرك قدر يشوف بالظبط يعني قدر يعرفه بالظبط طبعا انا بقول لحضرتك بس هو هناك كمان التزم الناس التزمت اقعد في البيت قعد في البيت التزمت بموجب القانون قانون حضرتك هو عمل ابلكيشن حضرتك ما تقدرش تخرج من بيتك لو انت احمر او لو انت اصفر ولو خرجت الابلكيشن عندنا ممكن نبقى نشوفه برضه ولو خرجت وظابط الشرطه وقفك وقال لك وريني كيو ار كود بتاعك ولقيته اصفر او احمر هو هيعمل لك حجر اجباري في مكان تبعه فالناس ابتدت تهاب الموقف الابلكيشن عمله ازاي عشان يحدد الشخص ده اقدر اقول اسم الشركه اللي عملته علي بابا يعني علي بابا خدت قرار سيادي تمام بتنفيذ الابلكيشن ايه علاقه علي بابا بالمنظومه تكنولوجيا فيعني كان تحركهم سريع جدا الفرق في بين ان انا الاحمر والاخضر يعني الاحمر حضرتك مؤكد اصابتك مؤكد اصابتك الاصفر محتمل اصابتك في حاله ان انت عديت بمكان لا انا عمله لي عمل لي الابلكيشن ده ازاي عليه ايه يعني انا ابقى على تليفوني مثلا بيجيلك اوتوماتيك زي ما بيجي حضرتك من مثلا من شركات الاتصالات المصريه ان وانت مسافر بيجي حضرتك يقول لك ايه
في حالة مغادرة المطار نتمنى أن تستمتع معنا أو هي نفس الفكرة. فهي في الآخر دي حاجات موجودة النهاردة في كل دول العالم وإحنا عندنا بقوة، إحنا عندنا شركات اتصالات قوية جدا. فلو نزلت أنت جداً. معروف أنهي لون بالظبط. لو أنت المصاب هياخدوه بالظبط، هيحجزوه. عشان كده بقى ده السيطرة، ده السيطرة من هنا. وبرضو لو انت اخضر ما منعش حريتك عشان تقدر تشوف عجلة الانتاج برضو وعجلة الشغل، فهو صنفها بطريقة تكنولوجية اكثر. قدامنا الالوان اهي بالظبط. نعم الاحمر حجر اسبوعين عشان انت عندك اصابة، يا اما بتتحول لمستشفى يا اما خلاص بتفضل في البيت. الاصفر حجر مدة اسبوع والاخضر تقدر تتحرك بحرية عشان انت ما عندكش يعني ولا احتمالية اصابة. يعني هو حركته بناء على اللون بس. لا ميزة شعب الصيني زي ما بقول لحضرتك انه الناس يعني التزمت بدقة في البيوت، كله قاعد، ما فيش هزار، انها خلاص قلنا كله قاعد. انا هكون صريح مع حضرتك، انا لفيت دول عالم كتير جدا الناس بتلتزم من قوة القانون وتنفيذه مش عشان في شعب ملتزم او لا. يمكن احنا على فكرة من اكتر الشعوب الملتزمة. نعم تمام. الناس لما بيكون القانون قوي وتنفيذه قوي وهو عارف انه مش هيعدي منه فبيلتزم. طيب لو انا بتكلم واحنا يعني ان احنا نقدر نستخدم تكنولوجيا ان احنا نكافح الاوبئة ومنها فيروس كورونا، اقدر استخدمها في حاجات اخرى غير الـ لو احنا هو ده طبعا تخفيض معدلات الجريمة. يعني حاجات كل النهاردة اللي انت بتدور عليهم ومش عارف توصل لهم كوزارة الداخلية، او بتجيبهم بالصدفة في كمين، او في ان هو راح يجدد رخصة بس هو عليه حكم فواجب ان هو ينفذه او يقبض عليه، تقدر تجيبه بطريقة دي. ده اكبر حاجة النهاردة العالم بيستخدمها. حالك انت النهاردة لو عليك حكم وخارج من الجوازات مش بيعرف ضابط الجوازات ان انت عليك فما يقدرش يسفرك بس عم بيقبض عليك. بيعرف منين؟ المعلومات اللي عنده بالظبط. طب المعلومات اللي عنده جت منين؟ وزارة سلمت وزارة سلمت وزارة نزلت عنده. طب تخيل حضرتك لو انت ماشي في الشارع تمام، فانا عرفت وشك، فوشك ده مطلوب عندي على قاعدة البيانات اللي هو اوريدي متسجلة عليها تمام. ده اكبر حاجة النهاردة بتستخدمها كل دول العالم على فكرة. كل دول العالم بتستخدم الفيسيال ريكوجنيشن في تخفيض معدلات الجريمة. تقدر تحدد الاشخاص في اي مكان. طبعا. هو فين؟ طبعا. اللي هربان ده تعرفه. طبعا. العالم بيستخدم ده. انجلترا من اكبر الدول اللي بتجيب المجرمين بالطريقه دي. انجلترا كلها كاميرات بالظبط، كلها كاميرات بالظبط، رصده كل حاجه، صوت وصوره، تسجيل. فطول ما حضرتك ماشي في الشارع تمام، انت مطلوب خلاص، الكاميرا بتسلمك لكاميرا بتسلمك لكاميرا لحد ما البوليس بيتبلغ بيجي يحدد مكانك يمسك. فانجلترا مستخدمه ده. بالمناسبه انجلترا من الدول اللي من 4 ايام او من 5 ايام طبقوا موضوع الحظر الاجباري بالموبايل. فحضرتك اتحركت من بيتك في مسافة معينة بيجي لك رسالة على الموبايل بتطبيق غرامة قدرها قد كده على حسب عدد الأميال اللي انت بعدت عنها عن بيتك. ألمانيا يوم 13 الاتحاد الأوروبي، موقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أعلن لكل شركات الروبوتكس والتكنولوجي إنها تقدم جميع الحلول اللي عندها عشان تسيطر على الموضوع. ألمانيا مستشارة ميركل اعلنت رسمي انها هتعمل حجر بالتتبع للحالات برضو من خلال الاتصالات. فالكلام النهارده بقى معلن للعالم كله عشان احنا في حاله وباء، ففي قرارات استثنائيه فعلا لازم تتاخد عشان النهارده الـ يعني ده بعض الدول صعب عليا جدا. وقفت في الشارع واتكلمت مع حد بتدفع غرامه قد كده. انا صعب عليا جدا مثلا الناس اللي رجعت من الطياره ومشيت تمام. طب انت اوكي انت ما بتاذيش نفسك لكن انت بتاذي كل اللي حواليك، واللي حواليك ده ممكن يبقى قريبك ممكن يبقى قريبك. مظبوط. فحضرتك الحريه معناها ان انا ابقى حر بس ما اذيش اللي حواليا ولا تاذي نفسك ولا انت ممكن تبقى مريض بالظبط وانت ما تعرفش فممكن يظهر في ال 14 يوم دول بالظبط كده. ففي والعالم كله عمل كده النهارده. يعني كل دول العالم بتعمل كده فالنهارده لا والدوله خدت اجراءات ومنزلاهم في فنادق كويسه يعني ما حطوش في معسكر بالظبط زي ما بعض الدول عملت. فيعني النهارده فعلا الدوله انا شايف انها واخده اجراءات فعلا اول مره تتاخد بالمنظور الجميل في مصر وتدار المنظومه بتدير بالظبط المنظومه بتدير اداره كويسه جميله جدا تمام. طب ما نساعد احنا كلنا في يعني دي بلدنا في الاخر، فلازم كل واحد فينا يساعد من منظوره من تخصصه من التزامه.
اشكرك، شرفتني. ميرسي ميرسي. وقبل ما اختم بشكرك بجد والله، يعني وفرصه سعيده ان احنا شفنا حضرتك النهارده. انا اتشرفت طبعا كمان، إن يعني مقترح جديد يقدر يساعد البلد في المشكله اللي احنا فيها، ساعتها دلوقتي وكمان ممكن يتم استخدامه في حاجات اخرى بعد كده. خليني قبل ما نختم واشكر حضراتكم، وزاره التضامن الاجتماعي النهارده طلعت بيان دكتوره نيفين القباج وزيره التضامن، كانت شكلت لجنه لفحص شكاوى ضد جمعيه رساله. وكان بعد تحدي الخير اللي انطلق من كام يوم كده في شكاوى راحت لوزاره التضامن، فالنهارده الوزيره طلعت بيان قالت انه تم تشكيل لجنة من إدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أطلق عليه تحدي الخير الذي أطلقته جمعية رسالة الأعمال الخيرية المشهرة برقم كذا كذا ولسنة 2000. وتم فحص الشكاوى المقدمة، وفحصت اللجنة الشكاوى المقدمة وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا من فنانين ولاعبي كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص. وانتهت اللجنة إلى ما يلي، ده بيان وزارة التضامن والوزيرة نيفين القباج حول جمعية رسالة والشكاوى اللي راحت للوزارة. انتهت اللجنة إلى مالي، تبين أن الجمعية أطلقت حملة تحدي الخير في 20 مارس 2020، وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020، وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3,427,343، منها مبلغ 1,639,085 جنيها من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم. البند الثاني قالت تبين للجنة أن الجمعية صرفت المبالغ المتحصلة من التبرعات في المصارف التي جمعت من أجلها، ده بيان وزارة التضامن وزيرة التضامن النهاردة. ذكرت اللجنة في تقريرها أن الجمعية صرفت مساعدات لعدد من الأسر خلال الأسبوعين الماضيين تزيد قيمتها عن المبالغ المحصلة من تحدي الخير بنحو 5 ملايين جنيه. تؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتابع كافة الحملات التي يعلن عنها ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عمليات جمع التبرعات وصرفها. وتؤكد أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين، وكانت متعاونة مع اللجنة المشكلة وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع القادمة بشكل منتظم، ده بيان وزارة التضامن الاجتماعي. وبشكر المهندس ديفيد بشارة مرة تانية. أول صور للطائرة المصرية اللي هي في الطريق من واشنطن، كان مقرر لها الهبوط في مطار القاهرة، تم تغيير وجهة هبوط الطائرة إلى مطار مرسى علم، وعليها 290 مواطنا مصريا. الدولة المصرية قررت أنها تقوم بعملية إجلاء كبيرة ليمكن من أكثر الدول اللي عملت هذا الأمر لكل المصريين العالقين في الخارج اللي كان عندهم رايحين زيارات حاجات كده، ما عندهمش إقامة، فلوسهم خلصت، حاجات بهذا المعنى. قررت الدولة تبعت طائرات للعديد من الدول العالم، ومنهم الرحلة اللي قدام حضراتكم، هذه أول صور للطائرة المصرية وعلى متنها المصريين العائدين من واشنطن وفي الطريق إلى مرسى علم، هيوصلوا الفجر إن شاء الله للبقاء هناك في حجر صحي لمدة 14 يوما في إحدى القرى السياحية طبقا لما ذكره لنا كابتن الطيار رشدي رئيس مصر للطيران منذ قليل على الهاتف. وإذا هذه أول صور للمصريين العائدين من واشنطن في الطريق إلى الحجر الصحي بمرسى علم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شوفكم إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى الساعة 1 ظهر الجمعة إن شاء الله. طبعا توقيت غريب مش معتاد، بقالنا كتير قوي منطلعش بالنهار، ولكن بكرة مهم إن احنا موجودين معاكم الساعة 1 الظهر إن شاء الله، وهنكون مع حضراتكم كمان الساعة 10 مساء. ربنا يدينا ويديكم العمر عشان نتابع كمان أحوال بلدنا ونتابع بقى الدنيا والشوارع والناس والناس اللي ممكن تروح فين وفين وفين. هنبقى مع حضراتكم بكرة إن شاء الله الساعة 1. بشكر حضرتك شكرا
جزيلا، تصبحوا على ألف خير.